السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في الحلقة اليوم الثالث من دورة استرجاع المعلومات. يا ريت بس تقولوا لي الصوت والصورة كلهم واضحين ولا لا؟ تمام. طيب نبدأ إن شاء الله. طيب إحنا فين دلوقتي في الدورة؟ إحنا المحاضرة الأولانية أو اليوم الأول كان مقدمة في علم Information Retrieval، واتكلمنا على Boolean Retrieval. اليوم الثاني طبعا Boolean Retrieval simplest، يعني أبسط الـ Retrieval Models اللي إحنا إن شاء الله هنتكلم عليها في الدورة. اليوم الثاني امس اتكلمنا على الاندكسنج، بدانا نتكلم بقى على المراحل بتاعه السيرش انجن، اتكلمنا على الاندكسنج واتكلمنا على البري بروسيسنج. النهارده ان شاء الله هنتكلم على الايفالويشن اللي هو التقييم، ازاي نعرف نقيم اداء السيرش انجن بناء طبعا على الريزلتس اللي هو بيعملها اللي هو بيطلعها. وهناخد اكتر من طريقه الحقيقه، طبعا مش هنقدر نغطي برضه كل حاجه زي العاده، ولكن الحاجات الاساسيه اللي هي معروفه جدا في الفيلد ان شاء الله. قبل ما نبتدي المحتوى النهارده، احب بس انوه على حاجتين. اول حاجه ان اللاب النهارده هيبقى مفتوح للجميع، النهارده فقط هيبقى مفتوح للجميع في نفس الميعاد برضه الساعه ان شاء الله 7 الا ربع بتوقيت مكه المكرمه. وهنستخدم نفس اللينك بتاع المحاضره، يعني نفس الغرفه دي انا هحسبها، حتى ممكن يعني ممكن اسيبها مفتوحه ممكن اقفلها، بس مش مشكله، ولكن اللينك هيبقى هو بالظبط. اوكي، يعني هنخش على نفس اللينك بتاعت المحاضره ان شاء الله، وانا اللي هكون معاكم ان شاء الله في اللاب النهارده. ده اول حاجه. تاني حاجه ان انا بدات ان انا ارفع الفيديوهات على يوتيوب، فالمحاضره الاولانيه اوريدي موجوده، لو تحبوا ان شاء الله تشوفوها. هحاول انا ارفع المحاضرات يعني تباعا ان شاء الله كل ما الوقت يسمح يعني. فدي حاجتين سريعا بس ايه قبل ما نبتدي. طيب النهارده هنركز على ايه؟ اول حاجه هنعرف احنا ليه عايزين نعمل ايفالويشن في الاي ار وازاي بصفه يعني عامه، وبعدين نركز على انواع معينه من المعايير التقييم او الميجرز اللي احنا هنستخدمها عشان نقيم بيها اداء السيرش انجنز، وبعدين هنتكلم على حاجه مهمه قوي انها اللي هي اسمها تيست كولكشنز، ازاي ان احنا نبنيها، ودي حاجه اساسيه جدا في الايفالويشن. لو في وقت هنتكلم على ايفالويشن ات لارج سيرش انجنز، لو في وقت في تو سلايدز كده في الاخر، لو في وقت ان شاء الله نغطيهم، ما فيش وقت يبقى انا هحسبهم في السلايدز. طيب نبتدي بان احنا نقول ان الاي ار اكسبيرمنتال ساينس. يعني ايه اكسبيرمنتال ساينس؟ يعني انا ببتدي بفرض معين، حاجه اسمها ريسيرش كويستشنز، يعني المساله البحثيه، السؤال البحثي اللي انا عايز ادرسه فرض معين. يعني مثلا حسب ما احنا خدنا امبارح، هل الستيمنج مفيد هيزود الافكتفنس بتاعت السيرش انجن ولا لا؟ هيزود جوده الريزلتس بتاعت السيرش انجن ولا لا؟ ده افتراض او ده سؤال الحقيقه. اوكي، الافتراض ان هو طالما انا بسال السؤال ده يبقى انا مفترض انها هتحسن فعلا. طيب لما ابدا بالسؤال ده يبقى لازم اعمل في الاي ار، لازم اعمل اكسبيرمنت، لازم ديزاين، لازم اخطط لاكسبيرمنت، لتجربه عشان اجاوب على السؤال ده. طيب التجربه دي هعمل ايه؟ هعمل مقارنه. اوكي، مقارنه ما بين حاجتين، حاجه اسمها السيستم الاصلي اللي هو اسمه بيز لاين، اللي هو من غير الحاجه اللي انا هزودها. ما انا دايما في التجربه انا بعمل حاجه واشوف تاثيرها، صح؟ طيب الحاجه دي من غيرها ده اسمه بيز لاين. اوكي، يعني من غير ما احط الحاجه دي اسمه بيز لاين. يعني مثلا نفترض في المثال بتاعنا مش هعمل ستيمنج، يبقى ده البيز لاين بتاعي، ويبقى انا هيبقى عندي تو سيستمز، واحد فيه ستيمنج اللي هو السيستم اللي انا عايز ده انا بدعي بقى ان هو احسن، والسيستم اللي هو البيز لاين اللي هو نقول اللي هو يعني الاصلي اللي هو من غير ستيمنج. خلاص، واقارن ما بين الاثنين، واقارن البرفورمانس الاداء بتاع الاثنين. طيب هل الفرق ما بينهم، ما بين الاداء السيستم ده والسيستم ده كبير لدرجه ان انا احس بيه، يعني ان احنا بنسميه سيجنيفيكانت، ولا مجرد بالحظ كده حسب التجربه اللي انا عملتها طلع لي ان في فرق؟
للاسف احنا مش هنقدر نغطي الستاتستيكال سيجنيفيكانس في المحاضره دي، ولكن دي حاجه مهمه لازم ان انتوا تاخدوا بالكم منها. يعني حتى لما نشوف ان شاء الله النهارده لما نقيم ما بين حاجتين ويطلع لنا في فرق، الفرق ده مش دايما بيدل على فعلا ان في امبروفمنت او ان في تحسن. لازم نعمل ستاتستيكال تيست، اختبار احصائي معين، عشان نعرف هل ده فعلا ما حصلش بالصدفه ولا فعلا يعني فعلي باحتمال كبير ان هو يكون فعلا اثر ايجابيا على السيستم الاصلي. تمام؟ يبقى انا هطلع يعني هقارن ما بين الاثنين واشوف. طيب لو لقيت ان انا الافتراض بتاعي صحيح، يعني انا الحاجه اللي انا عملتها دي فعلا حسنت، يبقى انا لازم اريبورت بقى، لازم اكتب عن اللي انا عملته ده. طبعا بنكتب بقى بيبر، بنكتب جورنال ارتكل، بنكتب تكنيكال ريبورت، ريبورت الريزلتس دي، وبعدين ارجع تاني بقى يا اما ارجع لنفس السؤال اغير فيه شويه او ارجع لسؤال تاني وهكذا. فده العلم علم تجريبي. كل حاجه بعملها لازم اجربها. لازم اجرب هل هي فعلا افكتيف ولا لا؟ هل هي افيشنت ولا لا؟ بس طبعا احنا النهارده هنتكلم على افكتيفنس فقط. التركيز اكتر على افكتيفنس. فده معنى العلم التجريبي. اوكي؟ تجارب مش علم نظري. مش انا هطلع نظريه كده وخلاص اقول الرانكد الريتريفال موديل ده احسن من اي ريتريفال موديل تاني. ولو احنا كده عملنا كده يبقى خلاص، يبقى احنا مش المفروض نعمل اي حاجه ثانيه، خلاص وصلنا للاوبتيمال. لا، هو مش كده. احنا بنقترح حاجه، بنبروبوز حاجه ونجربها. طبعا لازم يكون في انتويشن، لازم يكون في يعني سبب اساسي ورا او دافع يعني منطقي ورا ان انا افترض كده. والا يعني مش كل حاجه مش راندم، يعني مش عشوائي كده بفترض حاجه وخلاص. تمام؟ يبقى هو ده ايه مفهوم العلم التجريبي. طيب ايه الاسئله اللي احنا قلنا سيرش كويستشن؟ ايه الاسئله اللي احنا بنسالها في الاي ار؟ نوعين من الاسئله. واحد سؤال عن البلاك بوكس، يعني كاني عندي السيستم ده وعايز اشوف هل اتحسن ولا لا. فالمثال هنا، هل مثلا لو انا لما تجيني الكويري بصيت على الكلمات واضفت الكلمات المشابهه اللي بنسميها سينونيمز، يعني زي ما احنا قلنا امبارح كار واوتوموبيل، تمام؟ لو اضفت الكلمه دي هل هتحسن في الريتريفال بيرفورمانس ولا لا؟ هل هتحسن في اداء السيستم بتاعي ولا لا؟ او سيرش انجن ولا لا؟ فده سؤال. ده سؤال عن ايه؟ عن بلاك بوكس. اقدر بقى ان انا اديزاين اكسبيرمنت عشان اجاوب على السؤال ده. هل انا محتاج يوزرز؟ هل انا محتاج مستخدمين؟ هنشوف ان لا، يعني ممكن ان انا اعمله في المعمل. لو انا عملته في المعمل يبقى معنى كده ان انا ايه؟ السيستم بتاعي انا بس مجرد على يعني بجاوب سؤال عن السيستم نفسه مش عن اليوزر. اوكي؟ طبعا الايفالويشن ميجر له علاقه باليوزر زي ما هنشوف، ولكن انا مش هعمل تجربه بان انا اجيب ناس واخليهم يجربوا السيستم. ده اللي مقصود بيه بالبلاك بوكس، ان انا السيستم عندي فقط مش عندي يوزرز. اوكي؟ طيب ايه الاكسبيرمنت اللي انا هعملها هنا؟ زي ما انا قلت برضه السيستم البيز لاين هيبقى من غير السينونيمز دي، والسيستم اللي انا عايز اجربه بالسينونيمز. فدول هم الايه التو سيستمز اللي انا هقارن بيهم. طيب اسئله ثانيه محتاج بقى فيها المستخدمين، محتاج اليوزرز. زي ايه مثلا؟ هل لو انا سبت اليوزر يحط ويتس للسيرش تيرمز، هل اليوزر هيبقى ساتسفايد اكتر؟ هل ده هيبقى افضل لليوزر؟ ده سؤال عن اليوزر نفسه. هل هو هيبقى يعني هيحقق المهام اللي هو عايزها بطريقه اكثر فعاليه ولا لا؟ يبقى ده لازم انفولف يوزر بقى. يبقى انا الاكسبيرمنت هنا هيبقى عندي تو سيستمز برضه. ايه تو سيستمز؟ واحد ما فيهوش ويتس، ما بيسمحش بالويتس، والتاني بيسمح بالويتس. واخلي اليوزر يعمل التاسك بتاعته باستخدام الاثنين، وبعدين في الاخر اساله انهي واحد تعتقد. طبعا انا مش هقول له بقى مين بيعمل ايه. اوكي؟ اللي هو يعني استخدام الويتس دي بتحصل ازاي. لكن هو شايف التو سيستمز قدامه، هيجرب ده وهيجرب ده، وبعدين يقول لي هل ده افضل ولا ده افضل. اوكي؟ فده ايه؟ ده دي اسمها يوزر ستادي. فده دي انواع من الاسئله محتاج فيها اليوزر. اوكي؟ في انواع من الاسئله مش محتاج فيها اليوزر، ده انا اقدر اعمل فيها الاكسبيرمنتس في المعمل. تمام؟ يبقى في اثنين استراتيجيتين للتقييم عندنا، واحده سيستم سنترد ستاديز وواحده يوزر سنترد ستاديز. اوكي؟ واحده على السيستم نفسه مش محتاج فيها اليوزرز، بعملها في المعمل، وواحده محتاج فيها اليوزرز.
اوكي. يبقى اللي انا محتاج فيها اليوز، اللي انا محتاج فيها مش محتاج فيها اليوزرز، انا اقدر اكررها كتير، وده اللي معظمنا بيعمله طبعا، لان اليوزر ستاديز الدراسات اللي بستخدم فيها بحتاج فيها مستخدمين او اليوزرز طبعا مكلفه جدا، مكلفه في الوقت، مكلفه في المجهود، مكلفه ساعات في ماديا كمان. ولكن المعمل انا اقدر اجرب كتير، وزي ما هنشوف اقدر يعني اكرر الاكسبيرمنت زي ما انا عايز. فده يعني اسهل، ولكن طبعا اليوزرز هتكون يعني ادق، لان هو باخد فيها راي اليوزر نفسه اللي هو المستخدم بتاع اللي هو الهدفي في النهايه. تمام؟ فالسيستم سنترد بيهتم بالسيستم فقط، وبيبص على السيستم فقط باستخدام طبعا اللي احنا هنتكلم عليه النهارده، واليوزر سنترد بيحتاج اليوزرز. طيب ليه التقييم مفيد او مهم؟ خصوصا في الاي ار، ليه؟ طبعا ان جنرال طبعا مهم، وفي الاي ار كمان يعني مهم جدا. ليه مهم؟ هنقول سببين فقط، رغم في اسباب كتير. اولا انا محتاج ان انا اقيس فروق ما بين السيستمز. ما انا قلت ايه؟ انا عندي فكره عايز اجربها، عايز اشوف هتشتغل ولا لا، فلازم اعمل اكسبيرمنت اجرب اشوف هل حسنت ولا لا. طب عشان احسن اقول انها حسنت اعملها ازاي دي؟ لازم اقيسها، لازم يكون في مقياس اللي هو بنسميه ايفالويشن ميجر. اوكي؟ المقياس ده هو اللي هيقول لي السيستم ده احسن ولا السيستم ده احسن. اوكي؟ فانا لازم يبقى عندي طريقه ان انا اعرف بيها اذا كان الفكره بتاعتي حسنت ولا ما حسنتش. فلازم يبقى في تقييم. لازم يبقى في تقييم. النقطه الثانيه وسبب ثاني ان الموضوع ده نفسه هو اللي بيقود البحث العلمي. انا من غير الايفالويشن مش هقدر اعمل بحث علمي، مش هقدر اتقدم، مش هقدر اعرف ان انا بتقدم اصلا. مش هعرف اعرف مش هقدر اعرف اذا كان الفكره اللي انا اللي عندي دي كويسه ولا وحشه. طبعا كويسه ولا وحشه دي with respect to what، يعني بالنسبه لمين؟ بالنسبه لايه؟ يبقى لازم عندي يكون عندي بيز لاين، والبيز لاين ده مش اي حاجه وخلاص كده اي حاجه قديمه، لا لازم البيز لاين ده يكون سيستم اللي هو احسن حاجه بتعمل بتحل المشكله اللي عندي دي. طيب يبقى ده بيقود الريسيرش ليه؟ لانه بيوريني ايه اللي اشتغل وايه اللي ما اشتغلش، ايه الكويس وايه الوحش. الطريقه دي مش كويسه خلاص ما امشيش فيها كتير بقى، حاول فيها طبعا شويه بس ما اقعدش فيها 30 40 سنه. اوكي؟ فيمكن الطريق ده مقفول على الاقل دلوقتي، انما اللي الاقي فيه الامبروفمنت او التحسين يبقى ده ممكن امشي فيه، يبقى بيقود فين اعمل اكمل البحث بتاعي. تمام؟ فده مهم جدا على الاقل للسببين دول. طيب ايه المعيار اللي انا هقيس بيه، او ايه المعايير اللي انا هقيس بيها اداء الاي ار سيستم؟ احنا قلنا قبل كده افكتفنس وقلنا افشنسي. حاجه ثالثه كمان بنقولها النهارده اليوزابيليتي، مدى سهوله استخدام السيرش انجن. اوكي؟ ده معيار ثالث، ده مش افكتفنس ومش افشنسي. في افكتفنس وافشنسي عن السيستم نفسه، لكن اليوزابيليتي عن انترفيس والتعامل مع السيستم. اوكي؟ هل مناسب للناس اللي هم البيجنر المبتدئين، ولا لازم يكونوا خبراء اكسبرتس؟ اوكي؟ ايه هاو فليكسبل، ازاي ما انا اقدر اعدل فيه كده، ولا هو حاجه واحده وخلاص؟ يعني اقيس مدى الفريندلي، ازاي ان هو يعني سهل وبسيط ان هو ان احنا نتعامل بيه. احنا النهارده طبعا هنركز بس على الافكتفنس، لكن طبعا في شغل كتير في الافشنسي واليوزابيليتي مش هنقدر نغطيه. طيب الافكتفنس بقى اللي هي ايه؟ اللي هي مدى جوده النتائج. اوكي؟ طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ ازاي نقيس مدى جوده نتائج السيستم بتاعي؟ اولا عشان اعمل كده يبقى انا لازم يكون عندي كوليكشن بدور فيها. طبعا انا عندي تاسك، خلاص التاسك دي لازم اجيب كوليكشن بتمثل التاسك دي. يعني مثلا انا عايز اعمل سيستم بيعمل ويب سيرش، ما اروحش اجيب ايميلز اجرب عليها، ما اروحش اجيب كتب وخلاص، لكن اجيب ويب بيجز. اوكي؟ يبقى لازم الكوليكشن بتاعتي تبقى ويب بيجز، يبقى عندي كوليكشن. طيب وعندي طبعا السيستم اللي انا عايز اعمل ايفالويشن، عايز اعمل له ايفالويشن، عايز اعمل له تقييم. طيب انا هجربه ازاي؟ اجرب السيستم او اقيمه ازاي؟ ما انا لازم اختبره، صح؟ طب اختبره بايه؟ يبقى ادخله اجرب عليه اكتر من ايه؟ من كويري. طبعا احنا عارفين دلوقتي ان الكويريز مجرد ايه؟ ممثلين للانفورميشن نيدز. يبقى اجرب عليه اكتر من كويري بمعنى ان انا اجرب عليه اكتر من انفورميشن نيد. كل انفورميشن نيد ريبريزنتد باي كويري طبعا بيطلع لي سيرش ريزلتس، اللي هي زي اللي بيطلع لنا في جوجل مثلا كده،
10 لينكس ولا 20 لينك. اخد بقى انا الريزلتس دي ادخلها على فانكشن بتعمل لي ايفالويشن، بتطلع لي رقم تقول لي هل الريزلتس دي كويسه ولا وحشه. طيب انا الفانكشن دي هتعرف منين اذا كان الريزلتس دي كويسه ولا وحشه؟ لازم يتعطلها ايه بالنسبه للكويري دي او بالنسبه للانفورميشن دي، ايه الدوكيومنتس اللي المفروض السيستم كان يرجعها، اللي هي الدوكيومنتس اللي هي ايه اسمها، اللي هي ريليفنت دوكيومنتس، ريليفنت دوكيومنتس بتاعه الكويري دي، بتاعه الانفورميشن نيد ده. يبقى لازم ده يكون جيفن، لازم يكون ده معطى للايفالويشن موديول بتاعي. الفانكشن هتعمل لي ايفالويشن اوكي، لان من غيرها طب انا مش هعرف. لو طلع لي اي دوكيومنتس انا مش عارفني انا كاوتوميتد. احنا دلوقتي طبعا بنتكلم على اوتوماتيكالي، اوتوماتيكيا ان انا هعمل حاجه تطلع لي معيار تقييم للسيرش انجن ده. فعشان اعمل الكلام ده اوتوماتيك، طب ما لازم الكلام ده يبقى متاح ليا. الدوكيمنت كوليكشن كويري وريليفنس، بنسميها ريليفنس جادجمنتس. ريليفنس جادجمنتس دي اللي هي ايه، بتقول لي للكويري دي ايه الريليفنت دوكيمنتس بتوعها. هنعرف بقى النهارده لو الحاجات دي موجوده ازاي اطلع رقم يقول لي السيستم ده كويس ولا وحش. اوكي؟ طيب هل ينفع يبقى انا السيستم الايفالويشن موديول ده بياخد السيرش ريزلتس والريليفنت جادجمنتس يطلع لي ايه؟ ميجر اوف افكتفنس، اللي هو رقم هنشوف النهارده، رقم يقول لي السيستم ده كويس ولا وحش. طيب هل ينفع ان انا اختبر السيستم على كويري واحده بس واقول كده السيستم ده حلو وكده جميل؟ طبعا لا، لازم اختبر السيستم ده على ايه؟ على اكتر من كويري، كويس كتير، as much as I can، على قد ما اقدر ان انا اختبر السيستم ده باكتر من كويري او اكتر من انفورميشن نيد. اوكي؟ طيب يبقى الاربع حاجات دول هم اللي انا محتاجهم عشان اعمل لاب ايفالويشن، اللي هو ايه؟ سيستم سنترد ايفالويشن. اوكي؟ الطريقه دي اسمها كرانفيلد بارادايم. كرانفيلد بارادايم. اللي هي ايه؟ اللي هي اللي انا محتاج الاربع حاجات دول، محتاج الدوكيمنت كوليكشن، محتاج مجموعه من الانفورميشن نيدز، طبعا مجموعه من الانفورميشن نيدز ريبريزنتد باي مجموعه من الكويريز. على فكره في الايفاليوشن برضه الانفورميشن نيدز بتسميهم توبكس، عشان انا هتلاقوني يعني سويتش ما بين الحاجتين دول كتير، انفورميشن نيدز وتوبكس الاثنين حاجه واحده. اوكي؟ اللي هو اللي انا الموضوع اللي انا بدور عليه، يعني انا ببحث فيه. اوكي؟ وطبعا ريبريزنتد باي كويريز، ممثل بالكويريز. وكمان طبعا الريليفنت جادجمنتس، الريليفنت جادجمنتس بقى هتبقى ايه؟ لكل توبيك ايه الريليفنت دوكيمنتس بتاعته؟ كل توبيك ايه الريليفنت دوكيمنتس بتاعته؟ وطبعا الميجر اللي انا هقيس بيه، احنا طبعا النهارده هندرس حوالي اربعه او خمسه ميجرز، لازم طبعا ايه يكون معروف، وهيطلع لي بقى ايه؟ رقم يقيم اداء السيستم. طيب تعالوا نشوف الموضوع ده يعني بسرعه كده بيحصل ازاي. يبقى السيستم هدخله الدوكيمنت كوليكشن، دول على فكره مش اكتر من سيستم، دول بس ايه اكتر من مره هجرب السيستم على اكتر من كويري، لكن جيفن نفس الدوكيمنت كوليكشن. يبقى كويري 1 هتطلع لي ريزلتس 1، كويري 2 هتطلع لي ريزلتس 2، وهكذا. اوكي؟ يبقى انا هجرب السيستم على اكتر من كويري، كل ريزلت ليست من دول، دي ريزلت ليست، لسته من النتائج، هدخلها على ايفالويشن موديول يطلع لي ايه؟ رقم باستخدام الريليفنس جادجمنت، بنسميها كيوريلز، كويري ريليفنس جادجمنت كيوريلز. اوكي؟ يبقى كيوريلز دي مع النتائج هتطلع لي رقم، مع اكتر بقى من انفورميشن نيد هيطلع لي كل واحد من دول هيطلع لي رقم، هاخد المتوسط بتاعهم، هاخد الافريج بتاعهم، يبقى هو ده تقييمي لاداء السيستم ده. اوكي؟ يبقى دول مش اكتر من دول مش سيستمز مختلفه، دول نفس السيستم بجربه اكتر مع اكتر من انفورميشن. طيب يبقى نيجي بقى لتعريف مهم جدا في الايفالويشن اسمه تيست كوليكشن. يعني ايه تيست كوليكشن؟ يعني ثلاث حاجات من الاربعه اللي احنا قلناها، استبعد بس الايه الايفالويشن ميجر. يبقى الثلاث حاجات ايه اللي هم في التيست كوليكشن اللي انا محتاجهم عشان اعمل تيست، عشان اعمل ايفالويشن لاي اي ار سيستم، اي اي ار سيستم. تيست كوليكشن دي هيبقى فيها ثلاث حاجات، اولا الكوليكشن نفسها دوكيمنت كوليكشن،
لازم زي ما قلنا تبقى ريبريزنتيف، لازم تبقى ممثله للتاسك بتاعتي. زي ما انا قلت ويب سيرش ما اعرفش اجيب ايميلز، ايميلز ما اعرفش اجيب ويب بيجز. اوكي، يبقى لازم تبقى ممثله، ممثله، ممثله مش بس في النوع، في الحجم. يعني لو بعمل ويب سيرش ما اجيبش 100 ويب بيج واقول هو ده كده دوكيمنت كوليكشن بتاعتي، لا اجيب ملايين. لو اقدر اجيب ملايين اجيب، بس على الاقل ملايين. اوكي، لازم برضو التوبكس لازم تكون بتغطي التوبكس اللي انا ممكن ايه، اللي انا ممكن اعمل سيرش فيها. ودي بقى نقطه ثانيه اللي هي ايه، سامبل اوف انفورميشن نيدز. يبقى ده الكومبوننت، ده المكون الثاني للتست كوليكشن. يبقى احنا قلنا المكون الاولاني دوكيمنت كوليكشن، المكون الثاني مجموعه من الانفورميشن نيدز. المجموعه دي برضو لازم تبقى ريبريزنتيف لليوزرز اللي هيستخدموا السيستم ده. يبقى لازم اجيب كده عينه عشوائيه، احاول اجيب عينه عشوائيه من المستخدمين اللي هيستخدموا السيستم ده واقول لهم ايه، ادوني انفورميشن نيدز، او اجمعها بطريقه ما يعني. اوكي، يبقى ايه، يبقى لازم الانفورميشن نيدز دي تكون عندي موجوده، وهنشوف ازاي فورمالي في الاي ار بتتكتب بيتعمل الانفورميشن نيدز. ثالث حاجه زي ما قلنا الريليفنت جادجمنتس. يبقى الريليفنت جادجمنتس دي هتبقى توبيك دوكيمنت بير، كل توبيك ايه الدوكيمنتس اللي هي ريليفنت. طبعا لما اعرف الدوكيمنتس اللي هي ريليفنت يبقى اكيد الباقي كلهم نون ريليفنت باي ديفولت، صح؟ يبقى الجادجمنتس دي لا طبعا لازم تكون هيومنز هم الايه اللي قالوا لي عليها، يعني ما ينفعش ان انا اطلع الجادجمنتس دي كده اوتوماتيك. طبعا في طرق بس ابروكسيميشن، بس احنا النهارده بنتكلم على الطريقه يعني الاصح اللي هي ايه، اللي هي لازم الدوكيمنتس دي تبقى ليبل مانيوالي، لازم لازم بني ادمين هم اللي يقولوا لي الانفورميشن نيد الدوكيمنت دي هل هي ريليفنت للانفورميشن نيد ده ولا لا. وده لازم يتعمل لكل انفورميشن نيد في التست كولكشن. طبعا كل ما يكون الانفورميشن نيدز عددها اكبر كل ما يكون افضل، لان انا كده بختبر السيستم على حاجات اكتر، وبالتالي المقياس بتاعي في النهايه هيبقى ادق. اوكي، فور ناو يعني دلوقتي هنفترض بس ان الجادجمنتس دي هي يا ريليفنت او لا. بعدين ان شاء الله في النص الثاني من المحاضره هنقول ان احنا ممكن ايه نغير الموضوع ده شويه نخليه ليفلز، لكن دلوقتي هيبقى باينري 0 1 نون ريليفنت ريليفنت. اوكي، يبقى دول الثلاث حاجات دول، لو الثلاث حاجات دول موجودين يبقى انا اقدر انفذ الكرام فيلد بارادايم، صح؟ عندي كوليكشن، عندي سامبل اوف انفورميشن نيدز، طبعا الكويريز المقابله ليهم، يبقى انا اقدر اخد السيستم واختبره على كل الكويريز دي. اختبره يعني ايه؟ يعني ادخل الكويري واشوف الريزلتس بتاعته، اخد بقى الريزلتس بتاعته بتاعت كل كويري دي باستخدام الريليفنت جادجمنتس، اطلع ايه؟ يبقى عندي مقياس او معيار لقد ايه السيستم كان كويس للكويري دي فقط. اكرر بقى الكلام ده على كل الكويريز، اخد الافريج، يبقى هو ده الايه؟ التقييم بتاع السيستم. طيب هنا قلنا حاجه مهمه قوي، كلمه احنا ما ذكرتهاش، كلمه ريوزابل. يعني ايه ريوزابل؟ يعني يمكن اعاده استخدامها، يعني مش استخدمها مره وخلاص، لا انا ممكن اعيد استخدامها. يعني ايه اعيد استخدامها؟ يعني انا عندي تيست كوليكشن دي، التيست كوليكشن دي مالهاش اي علاقه بسيستم معين، يعني الثلاث حاجات دول مالهمش اي علاقه بسيستم معين، وبالتالي اقدر لو انا عندي 10 سيستمز اقدر اختبرهم كلهم بنفس التيست كوليكشن. ده انا ممكن اعمل حاجه ثانيه كمان، ده انا ممكن سيستم واحد اعدل فيه واعيد استخدام التيست كوليكشن تاني، اعدي فيه مره تانيه واعيد استخدام التيست كوليكشن تاني عشان اشوف اقيم التعديل ده والمقترح ده حسن ولا ما حسنش. اوكي، يبقى ممكن اعمله على سيستمز مختلفه، ممكن اعمله على نفس السيستم. طبعا طبعا طالما انا عملت تعديل يبقى اصبح سيستم مختلف يعني، بس يعني ايه الفكره ان انا هل السيستم ده بتاعي ولا لا، بس عشان اقرب لكم الفكره. لكن هم في النهايه بالنسبه للفريم ورك اللي احنا بنتكلم عليه ده هم كلهم سيستمز مختلفه. طبعا طبعا لو هو نفس السيستم بالظبط هيطلع نفس النتائج، مفيش حاجه عشوائيه هنا زي ما هنشوف، مفيش اي حاجه عشوائيه هتطلع نفس النتائج، لكن لازم يكون في اختلاف شويه. يعني ريتريفر مود المختلف مثلا، يعني مثلا عملت ستيمنج ولا لا، عملت سينونيمز ولا لا، لازم يكون في اختلاف واشوف الاختلاف ده هل حسن ولا ما حسنش. اوكي، طيب نيجي بقى نتكلم على المقاييس اللي احنا هنستخدمها اللي هي الايفالويشن ميجرز. ايه المقاييس اللي احنا هنستخدمها؟ امتى اقول المقياس ده كويس ولا وحش، او ايه معايير ان انا اقول المقياس ده كويس؟ هنتكلم على ثلاث حاجات. اول حاجه ان لازم المقياس ده يكون له علاقه باليوزر، يعني
لازم يعمل موديلنج، لازم يعمل يكون في اعتبار، يحط في اعتباره اليوزر هيبقى راضي عن الريزلتس ازاي. يعني مثلا لو الايفالويشن ميجر ده طلع عالي قوي، يبقى المفروض ان هو بيديني انديكيشن، بيديني انطباع ان اليوزر اللي هيستخدم السيستم ده هيبقى مبسوط جدا بالنتائج. لازم يكون في ربط ما بين ان اللي بيقيسه الميجر، اللي بيقيسه المعيار ده، والساتسفاكشن بتاع اليوزر. ما ننساش ان الهدف بتاع اي اي ار سيستم في النهايه هو اليوزر ساتسفاكشن، رضا المستخدم، مش ان انا اطلع الارقام اللي احنا بنقولها دي. الارقام دي المفروض انها تبقى دليل على مدى رضا المستخدم بتاع السيستم. اوكي طيب، ده معناه برضو ان الميجر ده لازم يكون له معنى مينينجفول، ما يبقاش كده حاجه يعني ايه فيري كومبلكس ما نفهمش هو بتعمل ايه. لا، لازم يكون ليها معنى. وهنشرح لكل ميجر النهارده، لو انا ما قلتلكوش ايه علاقته بالمستخدم وقفوني لو تقدروا طبعا، وقولوا لي فين ايه علاقته هنا بالمستخدم. لازم لكل ايفالويشن ميجر تعرفوا هو مرتبط بالمستخدم ازاي، ومرتبط برضا المستخدم ازاي. ممكن يكون الميجر، طبعا ما فيش ميجر واحد هيحط في اعتباره كل المستخدمين بطرق تفكيرهم المختلفه، ولكن لازم على الاقل يكون هو شايف المستخدم بطريقه معينه وبيرضيه من الجانب ده. اوكي، في ميجرز تاخد اكتر من جانب، في ميجر لا هو جانب واحد بس. هنتكلم على الكلام ده ان شاء الله بالتفصيل. فدي اول نقطه تقول لنا اذا كان الميجر ده كويس او القياس ده كويس ولا وحش. الحاجه الثانيه ان هو ان انا اقدر استخدمه، يقدر عدد كبير من الباحثين والعاملين في المجال بتاعنا يقدروا يستخدموه نفس الميجر. انا اقدر ايه ان انا نفس الميجر ده استخدمه في اكتر، يعني اكتر من واحد يقدر يستخدمه، ما بقاش حاجه انا بس اللي اقدر اعملها استخدمها، يبقى مش مفيد. لان انا لو انا بس اللي اقدر استخدمها تبقى انا الباقيين مش هيقدروا يقارنوا شغلهم بيا باستخدام المعيار ده، مش هيبقى مفيد. الحاجه الثانيه ان هو يبقى سهل المقارنه. يعني مثلا ما تدينيش ميجر بيطلع لي 100 رقم وتقول لي بص بقى اهو ادي 100 رقم اهو، ربنا معاك بقى قارن بقى ما بين التو سيستمز دول بناء على 100 رقم دول. فعادة احسن حاجه ان هو يطلع لي رقم واحد، بحيث ان انا السيستم ده طلع لي رقم واحد، السيستم ده طلع لي رقم واحد، اقدر بسهوله اقارن ما بينهم. لكن لو طلعت لي 100 رقم انا يعني المقارنه مش طبعا اقدر، بس المقارنه هتبقى صعبه يعني مش 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 سهله. لكن الاسهل ان انا اقدر اقارن ايه برقمين، رقم واحد هنا ورقم واحد هنا اقدر اقارن. يبقى دول ثلاث حاجات بنقول ان هم يعني معايير جيده او معايير للمقاييس التقييم الجيده. طيب قول سريعه، قول رقم 10. ايه قدامكم دلوقتي؟ السؤال الاولاني على فكره مالتيبل تشويس، يعني المفروض تقدروا ثلاثه طبعا، هي اكيد مش حاجه واحده. طيب دي 10 ثواني كمان، ولا اديني هديكوا 20 ثانيه كمان عشان السؤال الاولاني يمكن كان طويل شويه. طيب هنقفل كده.
خليني ايه اوريكم الريزلتس. طيب السؤال الاولاني تيست كوليكشن هاز 3 كومبوننتس، ايه هما؟ احنا قلنا ثلاثه كومبوننتس دول هما ايه؟ اللي هما الكوليكشن للدوكيومنتس وسيت اوف انفورميشن نيدز، مش سيت اوف كويريز فور وان انفورميشن نيد اكيد صح؟ يعني مش ما عنديش وان انفورميشن نيد بس، لا انا عندي سيت اوف انفورميشن نيدز، يبقى كوليكشن اوف دوكيومنتس سيت اوف انفورميشن نيدز، يبقى اول اثنين دول معانا، وايه كمان؟ ريليفنت جادجمنتس اللي هي خامس حاجه. اوكي؟ مش سيت اوف ايفالويشن ميجرز، ايفالويشن ميجرز دول مش جزء من التيست كوليكشن. على فكره التيست كوليكشن الكويسه اقدر استخدم معاها اكتر من ايفالويشن ميجر. مالهاش علاقه بالايفالويشن ميجر معين على فكره. فالايفالويشن ميجر مش جزء من التيست كوليكشن. التيست كوليكشن دي اللي هي اداه التقييم اللي انا هستخدمها. ثلاث حاجات كوليكشن دوكيمنت كوليكشن التوبكس او الانفورميشن نيدز والريليفنت جادجمنت. السؤال الثاني ريليفنت جادجمنت انديكيت ايه؟ هاو جود ذا اي ار سيستم از؟ لوحدها انا بتكلم على الريليفنت جادجمنت لوحدها. هل هي بتقول لي الاي ار سيستم ده كويس ولا وحش؟ لوحدها كده ما بتقوليش حاجه. ما بتقوليش الاي ار سيستم ده كويس ولا وحش. ولا بتقول لي انهي توبكس ار جود فور ايفالويتنج ذا اي ار سيستمز. اللي بتقوله لي انهي دوكيومنتس ريليفنت لانهي توبكس. ده اللي بيقوله لي ايه الريليفنت جادجمنتس. لكن الحاجتين التانيين طبعا لا. في سؤال سريع على الشات. ايه الفرق ما بين الكوليكشن سورسز والجنرال؟ السورسز اللي هي اللي انا بجيبهم منين؟ انا بجيب الدوكيومنتس منين؟ الجنرال بيبقى النوع نوع الدوكيومنتس نفسها، يعني ويب بيجز، ايميلز، بي دي اف، فايلز، ده نوع الدوكيومنتس نفسها. اوكي؟ طيب نكمل. طيب هفتح المجال بس دقيقه واحده لو حد عنده اسئله، لان انا بس عايز اتاكد بس ان الجزء اللي فات ده ايه مفهوم. فاللي عنده اي سؤال من فضلكم يرفع ايده. مفيش اي سؤال؟ حاجه جميله جدا. طيب في سؤال دكتور اديب اتفضل. دكتور اديب انا مش سامعك. سامعني يا دكتور؟ ايوه اتفضل. دكتور انت ذكرت في الايفالويشن على الافريج، هل تتوقع الافريج ما حيعمل مشكله؟ يعني حيعمل بايس، ممكن نستخدم ويتد افريج، او ممكن يعني ممكن وان كويري يرجع ريزلت عالي جدا والباقي ترجع ريزلت ضعيفه، فلما ناخذ الافريج حتعمل لنا مشكله في البريسيشن او السنسيتيفيتي حقت. سؤال جميل. انا هنا مفترض ان التوبكس مختاره بطريقه عشوائيه وبالتالي هي ممثله للمستخدمين بتوع السيستم، فلو الطريقه دي هي اللي انا اخترت بيها التوبكس يبقى الافرج هنا مش هيبقى فيه اي بايس. لكن طبعا النقطه اللي حضرتك قلتها دي نقطه كويسه جدا، بيعتمد بقى على انت اخترت ازاي التوبكس بتاعت التست كولكشن. تمام؟ طيب نكمل. طيب يبقى احنا نتكلم بقى، احنا نبتدي نتكلم على الايفاليوشن ميجرز. احنا عندنا نوعين من الايفاليوشن ميجرز هنغطيهم النهارده ان شاء الله. النوع الاولاني اللي هو سيت بيزد ميجرز، والنوع الثاني اسمه رانك بيزد ميجرز. يعني ايه ده ويعني ايه ده؟ سيت بيزد ميجرز بتقيس الجوده بتاعه السيستم اللي بيرجع لي سيت اوف ريزلتس، ما فيهمش ترتيب. زي ايه؟ زي البوليان ريتريفال سيستم اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده. البوليان ريتريفال بيرجع لي سيت، بيقول لي الدوكيومنتس دي ريليفنت لكن ما بيرتبهمش. تمام؟ فده نوع من انواع السيستمز اللي احنا عايزين نعرف ازاي نقيس الجوده بتاعته. النوع الثاني اللي احنا متعودين بقى عليه مع جوجل، جوجل بيرتب لنا الريزلتس صح؟ وطبعا كل الريتريفر مودلز اللي احنا هنشرحها ان شاء الله في بقيه الدوره كلها بترجع لي رانكد ليست، يعني ليست من الريزلتس مترتبه. اول واحده هي المفروض انها تبقى اكتر واحده ريليفنت من ناحيه من وجهه نظر السيستم طبعا، والثانيه هي ثاني واحده اكتر ثاني واحده ريليفنت وهكذا. فدي ليها ميجر ودي ليها ميجرز ودي ليها ميجرز. فهنبتدي بالسيت بيز لانها ابسطهم، ولان كمان الرانك بيز بيعتمد على الميجرز اللي احنا هنتكلم عليها في السيت بيز. طيب يبقى هنبتدي بالسيت بيز ميجرز. يبقى هنا احنا بنفترض ان السيستم بيرجع لي سيت اوف ريتريفد ريزلتس،
ست، مفيش اي ترتيب، والسيستم ممكن يرجع لي اي عدد من الريزلتس، يعني ممكن السيستم يرجع لي 10 على حسب بقى الساتسفاينج الكرايتيريا بتاعت السيستم، ممكن يرجع لي 10، ممكن يرجع لي 20، ممكن يرجع لي 100، بس انا هعمل ايفالويشن لكل الريزلتس اللي السيستم رجعها لي، تمام؟ وزي ما قلنا ده مناسب طبعا لايه، للبوليان سيرش. ده اكزامبل احنا هنستخدمه في المحاضره تقريبا في ثلاث ارباع المحاضره. انا عندي هنا عندي سبعة سيستمز، هنفترض ان عندي سبعة سيستمز مختلفين A B C D E F G، والسبعة سيستمز دول دخلت لهم كل واحد منهم نفس الكويري، نفس الكويري، وشفت الريزلتس اللي هم رجعوها لي. طبعا هنا هفترض ان السيستم رجع لي ست، فهنا ما فيش ترتيب، هم بس شكلهم مترتبين لكن هم مش مترتبين، افترض هم ما فيش ترتيب ما بينهم خالص. فدي المجموعه دي مثلا اللي السيستم رجعها لي، السيستم سي رجعها لي، المجموعه دي للسيستم اي رجعها لي، وهكذا. ايه بقى الار والاخضر والاحمر؟ ده الدوكيمنت، دي كل مربع من دول بيمثل دوكيمنت من الريزلتس اللي رجعها لي السيستم ده. الاخضر ريليفنت عشان كده محطوط جواه ار، والاحمر نون ريليفنت. تمام؟ يعني مثال السيستم ده رجع لي 1 2 3 4 5 6 7 8 دوكيمنتس، 3 منهم ريليفنت وخمسه مش ريليفنت، وهكذا. خلاص ده المثال اللي احنا ايه هنستخدمه عشان نجرب عليه الايفالويشن ميجرز اللي احنا ان شاء الله هندرسها النهارده. طيب الكويري دي في الاصل المفروض انها في الكوليكشن اللي احنا الافتراضيه طبعا اللي احنا بنستخدمها في المثال ده ليها تسعه ريليفنت دوكيمنتس. يبقى الكوليكشن اللي احنا بنستخدمها في المثال ده الكويري بالتحديد دي اللي احنا بنستخدمها في هذا المثال ليها تسعه ريليفنت دوكيمنتس. طبعا في سيستمز من دول هيجيبوهم كلهم، في سيستم مش هيجيبوهم كلهم. طبعا دي ده اللي احنا عايزين بقى نقيم على اساسه، مش بالظبط يعني، بس يعني ده اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي، ان احنا نشوف السيستمز دي هل كويسه ولا وحشه. طيب لو انا قلت لكم كده في دول انهي واحده الاحسن؟ انهي واحده الاحسن؟ واحد ممكن يقول لي مثلا انا بصيت لقيت ان بي مرجع ستة ومحدش تاني يمكن مرجع زيه، يمكن ايه بس اللي مرجع ستة، فبي يعتبر ممتاز لانه رجع لي اكبر عدد ممكن من الريليفنت دوكيمنتس، ما ننساش ان هم تسعة، فستة من تسعة حاجة جميلة جدا. طب ما انا بس انا في الحالة دي ممكن اقول له طب ما هو ايه رجع ستة، رجع ستة ريليفنت، هل ايه ولا بي احسن؟ طيب طبعا احنا مش هنقدر نقول مين احسن الا ما نحدد الايفالويشن ميجر اللي احنا عايزين نستخدمه. فخلينا بقى نبتدي ايه بالايفالويشن ميجرز. اول اثنين ايفالويشن ميجرز اللي هم فيري كومن، يعني منتشرين جدا في الفيلد وحتى في الماشين ليرنينج كمان لو حد عنده فكره في الماشين ليرنينج، اسمهم في الكلاسيفيكيشن بالتحديد اسمهم ايه، بريسيجن وريكول. يعني ايه الكلام ده؟ انا عندي كوليكشن صح، عندي دوكيمنت كوليكشن، خلينا نفترض طبعا عشان احنا هنا بنستخدم سيت بيزد ميجرز فنقدر نستخدم سيت ثيوري، نظريه ال ايه السيت بالعربي؟ حد يعني يقول لي يعني ايه سيت بالعربي؟ انا نسيت الحقيقه. anyway سيت ثيوري خلاص، نظريه المجموعه، مجموعات يمكن، اوكي يبقى مجموعه، نظريه المجموعات. فانا عندي مجموعه اللي هي دوكيمنت كولكشن سيت. طيب السيستم اللي انا بعمله ايفالويشن ده رجع لي جزء منهم، طبعا اكيد الريتريفد دوكيومنتس دول هيبقوا سب سيت من الدوكيومنت كولكشن. طيب هل كل الريتريفد دوكيومنتس دول ريليفنت؟ لا، جزء منهم ريليفنت اللي هو هتلاقيه متغطي مع مجموعه الريليفنت دوكيومنتس، وجزء منهم مش ريليفنت. يبقى انا عندي تو سب سيتس، ريتريفد دوكيومنتس الدوكيومنتس اللي السيستم رجعها، والدوكيومنتس اللي هي اصلا ريليفنت للكويري دي. طب انت هتقول لي طب احنا عرفنا منين الريليفنت دوكيومنتس؟ من فضلك افترض دلوقتي ان احنا عارفينهم بطريقه ما، ان شاء الله في النص الثاني من المحاضره هنعرف ازاي، بس افترض دلوقتي ان احنا عارفينهم، تمام؟ يبقى احنا عندنا التو سب سيتس دول، طبعا السيستم ما يعرفهمش، احنا دلوقتي عارفينهم بس عشان احنا عايزين نعمل ايه، عشان عايزين نعمل ايفالويشن للسيستم، لكن طبعا السيستم ما يعرفهمش، والا السيستم كان ممكن كان على طول يرجعهم يعني. طبعا ده مش افتراض صحيح. فايه؟ فالسيستم طبعا ما يعرفش الريليفنت دوكيومنتس، فالسيستم هيرجع مجموعه من الدوكيومنتس اللي احنا بنسميهم ريتريفد دوكيومنتس، وجزء منهم ريليفنت وجزء مش ريليفنت. طيب
يبقى احنا ممكن نعمل حاجه اسمها كونفيوجن ماتريكس. كونفيوجن ماتريكس دي فيها الاربع الوان اللي انتوا شايفينها. اللون الاحمر بيقول لي ان السيستم ايه الدوكيومنتس اللي السيستم رجعها بس مش ريليفنت. اللون الاخضر بيقول لي الحاجات اللي السيستم اسف اللون البني بيقول لي الحاجات اللي السيستم رجعها وريليفنت زي ما احنا شايفينها كده، اللي هو الانترسكشن ما بين الريتيد دوكيومنتس والريليفنت دوكيومنتس. الاخضر هو الدوكيومنتس اللي هي ريليفنت والسيستم ما رجعهاش. واخيرا الرمادي اللي هو بقيت بقى دوكيومنتس كلها اللي هي ايه؟ اللي هي لا السيستم رجعها ولا هي اصلا ايه؟ ريليفنت. طيب بيزد على كده نقدر نقول، نقدر نتكلم على تو ميجرز. بريسيجن بيقول لي قد ايه من اللي السيستم رجعه كان ريليفنت. قد ايه من السيستم، من السيستم رجعه كان ريليفنت. طب اقدر اكتبه ازاي باستخدام الاربع حاجات دول؟ باستخدام الالوان. قد ايه من السيستم رجعه كان ريليفنت؟ يبقى ايه اللي السيستم رجعه اللي هو ايه؟ مش الاحمر بس، الاحمر والبني. نفترض الاحمر طبعا يعني خلاص ده ما بقاش احمر، بقى بني. خلاص؟ فاللي السيستم رجعه هو الاحمر والبني. يبقى ده ايه؟ في المقام. صح؟ لان بقول ايه؟ قد ايه من اللي رجعه السيستم كان ريليفنت. طيب يبقى البسط بقى المفروض ايه؟ اللي هو الانترسكشن ما بين اللي رجعه السيستم والريليفنت. يبقى البني، الجزء البني على الجزء كله اللي هو ايه؟ الاحمر والبني. اللي هو الانترسكشن ما بين التو سيتس، تو سب سيتس دول على اللي انا رجعته كعدد. يبقى انا دلوقتي بتكلم على عدد. يبقى عدد الدوكيومنتس اللي هي ريتريفد اند ريليفنت اللي هي الدوكيومنتس البني دي عددها على كل الدوكيومنتس اللي السيستم رجعها. ده بنسميه بريسيجن. يعني ايه بريسيجن؟ يعني دقه. يعني قد ايه السيستم دقيق في اللي هو بيقوله، في اللي هو بيرجعه. قد ايه من اللي رجعته كان ريليفنت؟ يعني لو رجعت خمسه دوكيومنتس اثنين منهم ريليفنت يبقى البريسيجن كام؟ البريسيجن هيبقى 2 على 5. تمام؟ طبعا هنا التو بوزيتيف وتو وفورس بوزيتيف والكلام ده ايه؟ يعني مش عايزكم تشغلوا بالكم بيه، انا مش عايزكم تحفظوا حتى، انا عايزكم تفهموا. اوكي؟ البريسيجن قد ايه من اللي انا رجعته كان ريليفنت؟ نسبه الريليفنت وسط من اللي انا رجعته. طيب الحاجه الثانيه بقى هي ريكول. ريكول معناها ايه؟ معناها قد ايه من الريليفنت انا رجعته. طب ما هي هي صح؟ لا مش هي هي. البريسيجن كان قد ايه من اللي انا رجعته ريليفنت. يبقى انا هبص على اللي انا رجعته واشوف قد ايه منهم ريليفنت. رجعت خمسه اثنين منهم ريليفنت يبقى 2 على 5. ده البريسيجن. الريكول بقى قد ايه من الريليفنت اصلا انا رجعته. يبقى انا لو السيستم اصلا المفروض كان يرجع لي 9، لو الكويري دي ليها 9 وانا رجعت من ضمن الخمسه دول 2 ريليفنت يبقى الريكول 2 على 9. قد ايه من اللي انا المفروض كنت ارجعه كريليفنت، المفروض ان انا ارجعه ريليفنت فعلا رجعته. اوكي؟ يبقى قد ايه من الريليفنت انا بجيبه، قدرت اجيبه. بغض النظر عن الحاجات اللي انا جبتها وما كانتش ريليفنت. يبقى احسبه ازاي الريكول هنا؟ قد ايه من اللي انا رجعته؟ لا، قد ايه من الريليفنت؟ يبقى اللي في المقام هو ايه؟ الجزء ده كله اللي هو الاخضر والبني. تمام؟ طب والبسط؟ قد ايه منه كان ريليفنت؟ يبقى هو ايه الجزء ايه؟ البني برضه. اسف، قد ايه منه كان رجعته اللي هو التريب اللي هو الجزء البني. اوكي؟ يبقى البريسيجن قد ايه من السبسيت دي بني، والريكول قد ايه من السبسيت دي بني، قد ايه الانترسكشن اللي هو ريتريفد اند ريليفنت. تمام؟ يبقى الريكول بقسم على الريتريفد، لان انا ببص بس على الحاجات اللي انا رجعتها. ماليش دعوه السيستم كان المفروض يرجع ايه. يعني معنى كده لو السيستم رجع لي دوكيمنت واحده بس وكانت ريليفنت يبقى البريسيجن بتاعها كام؟ 100%. بيرفكت. دقة السيستم في اللي هو بيرجعه ده البريسيجن. ريكول قد ايه هو بيعرف يجيب من الحاجات الصح بغض النظر عن الحاجات الغلط اللي هو جابها، مش مهم، المهم الحاجات الصح كانت قد ايه من التوتال الصح. اوكي؟ طيب
تعالوا ناخد نحل بقى على المثال ده مع بعض. ناخد مثلا سيستم ايه وقولوا لي في الشات سيستم ايه البريسيجن بتاعه قد ايه؟ ليه 50%؟ السيستم ايه بيرجع كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 كام منهم ريليفنت؟ 5. يبقى المفروض البريسيجن بتاعي 5 على 10 ده البريسيجن. طب الريكول كام؟ عايز اشوف الشات كام؟ 5 على 9. ليه 5 على 9؟ لان انا عندي 9 ريليفنت دوكيومنتس، 9 جبت منهم 5 يبقى 5 من 9. طب لو انا كنت مرجع 20، لو انا كنت مرجع 10 كمان هنا وكلهم حمر، مين في دول اللي كان هيختلف، البريسيجن ولا الريكول؟ البريسيجن كان البريسيجن هيبقى 5 على 20، لكن الريكول مش هيتاثر خالص. طيب نقول سيستم دي، حد يقول لي سيستم دي البريسيجن بتاعه كام؟ سيستم دي رجع كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. يبقى البريسيجن كام؟ البريسيجن قد ايه من ال 12 دول كان ريليفنت؟ يبقى 4 على 12 ده البريسيجن. والريكول كام؟ 4 على 9، لان انا من التسعه ريليفنت قدرت اجيب ايه؟ 4. تمام؟ اعتقد ان شاء الله كده ايه الامور كلها تبقى ايه واضحه. طيب ناخد بول على سيستم اي وجي، هتلاقوا السؤال على سيستم اي وجي. اديني النهارده الحقيقه البولز هتبقى قليله شويه، يمكن دي اخر بول النهارده، ولكن هنحل مع بعض كتير. انا عشان كده البولز يمكن ما عملتش كتير منهم، لان احنا هنحل مع بعض بايدينا كتير جدا، يعني اكتر يمكن محاضره هنحل فيها مع بعض. ادي البول قدامك اهو، معلش انا ادي التو سيستمز اي وجي، عايزين نبص ايه البريسيجن بتاع اي وايه الريكول بتاع جي. ما ننساش ان الكوليكشن عندي فيها 9 ريليفنت دوكيومنتس. طيب 5 ثواني. طيب نقفل ونشوف الـ results. طيب المعظم بيقول 3 على 8، ليه 3 على 8 اي؟ اي البريسيجن صح؟ البريسيجن يبقى بنقسم على عدد اللي انا رجعته، عدد اللي رجعته 8 وعدد الريليفنت منهم 3، يبقى ايه؟ بريسيجن 3 على 8. طب الريكول هنا كام؟ الريكول هنا كام؟ حد يقول لي؟ ما شايف اكتر من اجابه الحقيقه. طيب 3 على 9 مظبوط، 3 على 9 لان انا ايه عدد الريليفنت دوكيومنتس 9. طيب السؤال الثاني كان الريكول بتاع جي انا عندي 5 رجعتهم 4 منهم ريليفنت، يبقى الريكول كام؟ 4 على 5 ولا 9؟ 9 ريكول، بنتكلم على عدد الريليفنت دوكيومنتس مش عدد اللي انا رجعته، يبقى ده ريكول. طب البريسيجن بتاعه كام؟
4 على 5. تمام خلاص، يبقى احنا اعتقد ان شاء الله كده تكون ايه بريسيجن ويقول يعني مفهومين تماما، وهما الحقيقه سهلين جدا بس احنا نفتكر ويعني نفهم هما معناهم ايه. سؤال جميل جدا، انهي واحد منهم اهم؟ انهي واحد منهم اهم؟ طيب السؤال ده فكرني ان انا اقول لكم طب هما ايه معناهم اصلا بالنسبه لليوزر، مش انا قلت لكم فكروني ما حدش فكرني. طيب ايه معناهم لليوزر بريسيجن وريكول؟ البريسيجن معناه ايه؟ معناه ان اليوزر مش مهتم بقد ايه بان السيستم يرجع لي كل حاجه، مش مهتم ان السيستم يرجع لي كل حاجه، هو مهتم بس بالريزلتس اللي السيستم هيرجعها لي، هو عايز حاجه ريليفنت في اللي هو في السيستم هيرجعه له. ده يشبه ايه؟ يشبه اللي احنا عاده في الويب سيرش، اللي احنا بنروح جوجل احنا بنبقى عايزين حاجه ريليفنت، ما نعرفش بقى قد ايه، هم ممكن يكون في 100 ولا 200 دوكيمنت ريليفنت للانفورميشن بتاعي، انا عايز حاجه تبقى ريليفنت في وسط اللي جوجل بيطلعه لي. يبقى ده بريسيجن. يبقى ده ايه بريسيجن؟ ده الموديل بتاع البريسيجن. طب ريكول؟ ريكول لا، ريكول انا عايز كل حاجه. الموديل بتاعي يقول ايه؟ انا مش هبقى ساتسفايد. يعني فكروا فيها كده، امتى يبقى ده يعني عشان نفهم المعنى، لما بريسيجن يبقى 1 معناها ايه ولما ريكول يبقى 1 معناها ايه؟ بريسيجن 1 معناها ان السيستم دقيق جدا، كل اللي بيرجعه صح، يبقى انا الموديل بتاعي اليوزر موديل بتاعي ان اليوزر مش مهتم ببقيه الحاجات، مهتم بس باللي السيستم يرجعه. ده الموديل بتاع البريسيجن. ريكول لا، انا مش مهتم قوي بالسيستم، مش مهم السيستم هيرجع لي كام واحده، ان شاء الله يرجع لي عدد كبير، المهم ان هو ايه؟ يرجع لي كل الريليفنت دوكيومنتس. يعني مثال على احنا قلنا مثال على البريسيجن، مثال على اليوزر موديل بتاع الريكول في الليجل سيرش، انا عندي قضيه انا عايز اجيب كل دوكيمنت ممكن يكون فيها دليل يعني مثلا براءه ولا ادانه، خلاص فانا عايز اوصل لكل حاجه، يبقى الريكول مهم جدا. الريكول مهم، عايز ابحث عن الميراث. فانا عايز كل حاجه. طيب نرجع بقى للسؤال الجميل اللي اتسال، اللي هو انهي واحده اهم؟ ايه رايكم؟ البريسيجن ولا الريكول اهم؟ بتعتمد على التاسك، بتعتمد على الدومين بتاعي، بتعتمد على الدومين بتاعي. يعني في الويب سيرش يمكن الريكول يعني يمكن ما يكونش يعني مهم قوي، او يمكن البريسيجن يكون اهم منه شويه. اوكي؟ في ابلكيشنز ثانيه لا، الاثنين مهمين. اوكي؟ وبعدين خلي بالكم ان ايه ان يعني خلينا نشوف السلايد اللي جاي هيبان الموضوع يمكن شويه. هو انا لو رجعت دوكيومنتس كتيره جدا، يعني انا افترض ان انا رجعت الكوليكشن كلها، يعني بدي السيستم كويري، راح السيستم رجع لي كل الكوليكشن، كل الدوكيومنتس، البريسيشن هيبقى كام والريكول هيبقى كام بتاع السيستم ده؟ فكروا كده مع بعض. طبعا مش مع بعض يعني، قصدي معايا. بريسيجن ولا بريسيجن هيبقى كام والريكول هيبقى كام يعني؟ البريسيجن هيبقى زيرو. ليه؟ لان انا بقسم على ملايين، مهما جبت منهم ريليفنت هيبقوا كام؟ يعني 100 200 على ملايين تقريبا زيرو. طب الريكول؟ الريكول بيرفكت، انا يعني جبتهم كلهم. طب هل ده مفيد؟ طبعا لا. فعاده احنا بنستعمل اللي عايزين الاثنين، ما ينفعش واحد فيهم بس. اوكي؟ ما ينفعش واحد فيهم بس. خصوصا ما ينفعش الريكول لوحده، لان انا زي ما بقول كده انا ممكن ارجع كل حاجه يبقى انا الريكول بتاعي 100%. لا، يبقى انا عايز حاجه بتتيح لي ان انا ابص على الاثنين. ده بيبص على وجهه نظر معينه في اليوزر، والتاني بيبص على وجهه نظر ثانيه. يوضحها لي الشارت ده. دايما بيبقى فيه تريد اوف. يعني ايه تريد اوف بالعربي؟ الحقيقه مش عارف. يعني كل ما زود واحده الثانيه تضرب، الثانيه تقل. اوكي؟ عاده مقايضه. اوكي؟ عاده بيبقى فيه تضاد ما بينهم او تعارض ما بينهم. كل ما زود عاده، طبعا البيرفكت سيستم هيقدر يوصل للاثنين يبقوا كويسين. لكن عاده لما بنعمل حاجه عشان تزود البريسيجن
يقوم الريكول يقل شويه، ما عامل حاجه تزود الريكول شويه تقوم البريسيجن يقل شويه. فانا مثلا هنا الكيس اللي هي ايه؟ ريكول زيرو وبريسيجن 1، دي يعني لما السيستم مثلا يرجع لي مثلا دوكيمنت واحده بس وتبقى صح. ريكول زيرو ما رجعش تقريبا حاجه من ال 100 ولا ال 200 الريليفنت، لكن هو دقيق جدا. طيب الناحيه الثانيه الاكستريم اللي احنا قلناه اللي هو بيرجع كل حاجه، فطبعا ريكول 1 بس ايه؟ كله جانك بقى، يعني رجع كل حاجه طبعا، بس مرجع كل الريليفنت دوكيمنتس الحقيقه الحمد لله، لكن هو رجع كل حاجه، فطبعا ده ايه؟ الريكول بتاعه 1. الاوبتيمال طبعا ان احنا ايه؟ نوصل لبريسيجن وريكول الاثنين بيبقوا 1، طبعا ده يعني ده ايديال يعني، بس طبعا ما بيحصلش في الحقيقه، دايما عاده بيبقى ايه؟ بحاول ان انا اوصل بقى ايه؟ يعني كل ما الكيرف ده، كل ما النتيجه ان البريسيجن وريكول الاثنين يبقوا عاليين كل ما بيكون احسن. طيب انا عايز بقى، احنا قلنا الميجر يبقى كويس لما يبقى عندي رقم. طب انا عايز ادخل البريسيجن والريكول دول مع بعض. اوكي؟ عايز ادخل البريسيجن والريكول دول مع بعض. يبقى 1 ميجر يقدر يدخل لي البريسيجن والريكول مع بعض اسمه اف ميجر. اف ميجر سبيشال كيس منه، خلينا نركز على اف 1. اف 1 بيتحسب ازاي؟ انا ممكن لو انا قلت لكم انا عايز 1 ميجر بريسيجن وريكول، اول حاجه هتيجي على بالي ايه؟ طب ما انا هاخد الافريج بتاعه. جميل، بريسيجن بلس ريكول على 2، ده يديني رقم، الرقم ده هيبقى عالي لما الاثنين يبقوا عاليين، صح؟ صح، ده الافريج المتوسط بتاعهم. مشكله ده ايه؟ مشكله ده ان انا زي ما انا قلت من شويه، لو انا رجعت كل الدوكيومنتس الريكول بتاعي 1، طب 0 بلس 1 على 2.5، يا سلام، ده حاجه جميله جدا. 0.5 ده رقم جميل، رقم حلو مش وحش. فانا يبقى انا الميجر بتاعي 50% بان انا ما بعملش حاجه خالص. ما هو ان انا ارجع كل حاجه دي ما بعملش حاجه، انا ما ببصش الكوي اصلا. اوكي؟ فالمتوسط الحسابي اللي هو الاريثمتيك مين هنا اتس نوت ا جود ميجر. فالميجر اللي احنا بنستخدمه هو اسمه هارمونيك مين. انا الحقيقه ما اعرفش بقى بالعربي، ده صعب شويه. الهارمونيك مين ما اعرفش اسمه ايه بالعربي. هارمونيك مين اللي هو ايه؟ مش عارف توافقي ولا ايه. الهارمونيك مين اللي هو متوسط، اللي هو واحد على المتوسط الحسابي بتاع معكوس الارقام. يعني ايه؟ يعني انا المتوسط الحسابي بالبريسيجن والكول عباره عن ايه؟ 1 على 2 بريسيجن بلس الكول على 2، صح؟ ده ايه المتوسط بتاعهم. المتوسط بقى اللي هو الهارمونيك بيبقى ايه؟ 1 على المتوسط بتاع المعكوس بتاعهم. المعكوس بتاعهم اللي هو ايه؟ 1 على البريسيجن بلس 1 على ريكول، ده دول اللي هم المعكوسين، و1 على 2 بتاعهم دول. اللي هو يطلع اسمه ايه؟ اللي هو يطلع اسمه اف 1. لو انتوا عملتوا دي كده حسبتوها هتطلع 2 في البريسيجن في الريكول على بريسيجن بلس ريكول. ده اللي احنا بنسميه اف 1. طيب الهارمونيك مين ده ايه الفرق ما بينه وبين الاريثمتيك مين يعني؟ ايه الفرق؟ او ايه ليه بنستخدمه هنا؟ لو انتوا خدتوا بقى يعني جربوها انتوا بقى مع نفسكم، الهارمونيك مين فيري سنسيتيف للارقام القليله. فلو واحد منهم قليل هيبقى الهارمونيك مين قليل. يعني جرب كده، حط واحد منهم بصفر، هيطلع ايه الهارمونيك مين؟ صفر على طول. لكن الاريثمتيك مين مش هيطلع صفر. الاوتلاير لو الاوتلاير واحد، صفر بلس واحد على 2 يطلع نص. فالهارمونيك مين سنسيتيف. فده معناه ايه؟ معناه ان انا عايز الاثنين يبقوا كويسين. يعني لما الرقم ده يبقى عالي معناه كده ان الاثنين كويسين. الرقم ما يبقاش عالي، اف 1 ميجر ما يبقاش عالي لو واحد بس منهم هو عالي والتاني واطي، لا. يبقى هو فعلا اكلوزر للمينيمم، قريب من المينيمم بتاعه. اوكي؟ وده اللي انا عايزه، انا عايز اعلي الاثنين، عايز الاثنين، عايز لما اقيس البرفورمانس بتاع السيستم ويقول لي الاف 1 بتاعه 0.8 يبقى انا عارف ان البريسيجن والريكول الاثنين قريبين من 0.8. مش واحد مثلا بوينت مثلا 2 والتاني مثلا 1 ولا حاجه ويطلع لي 0.8، لا. انا الميجر يبقى بيديني انديكيشن ان الاثنين كويسين. اوكي؟ فهو قريب من المينيمم بتاعه. طيب ده الميجر ده طبعا عارف ان انا خلاص الوقت، بس يعني خليني خلاص بس الميجر ده. الميجر ده بيدي اهميه للبريسيجن والريكول زي بعض. البريسيجن زي الريكول. طب افرض انا زي ما حد سال في الاول، افرض انا عايز ادي اهميه في التاسك بتاعتي او الدومين بتاعي
او الابلكيشن بتاعي اهميه الريكول فيه اكتر او اهميه الديسيجن فيه اكتر. في بقى الجنرال فورمولا بتاعه الاف ميجر اللي هي دي، فيها بارامتر اسمه بيتا، بيتا سكوير بلس 1 في البريسيجن في الريكول على بيتا سكوير في البريسيجن بلس ريكول. اوكي، ده بيدي ويت للبريسيجن والريكول. ازاي او معناه ايه؟ لما يكون البيتا بواحد يبقى الاثنين زي بعض، هيطلع لي هو ده الاف ميجر. يعني احط كده بيتا بواحد يبقى واحد زائد واحد اللي هو الاثنين اللي فوق دي، ودي واحد سكوير يعني واحد، هيطلع هو اف 1. يبقى لما بيتا ب 1 يبقى معنى كده ان انا بعامل الاثنين زي بعض. طيب لما بيتا تكون اكتر من 1 يعني 5 مثلا، يبقى معناها ان انا بدي ريكول خمس مرات اكتر اهميه من البريسيجن. 10 يبقى 10 مرات اكتر اهميه. طب لو العكس، لو انا عايز ادي الريكول، لو انا عايز ادي البريسيجن 5 مرات اكتر، يبقى خليها 1 على 5. يبقى لما بيتا تبقى اصغر من 1 يبقى البريسيجن له اهميه اكتر، لما بيتا تكون اكبر من 1 يبقى الريكول له اهميه اكتر. اوكي، ودي ممكن طبعا ايه تجربوها. يبقى الميجر ده هو الوحيد على فكره اللي فيه بارامتر اللي احنا هنتكلم عليه، ده الوحيد اللي فيه بارامتر. اختلاف البارامتر يبقى هيطلع لي ميجر مختلف. لو بيتا بواحد يبقى ده اف 1، لو بيتا مش بواحد يبقى بنديها باسمها. يعني لو بيتا مثلا بنص، طبعا زيرو ما ينفعش، لو بيتا بنص يبقى يبقى اسمها اف اف بوينت اف اف بوينت 5. يبقى الميجر نفسه اسم مختلف. طيب سؤال سريع كده على الاف 1، نقول مثلا جي، بلاش جي عشان حولناها قبل كده، بي. اوكي، بي اف 1 بكام؟ حطوا لي كده على الشات نحسبه ازاي. اف 1، اف 1 عباره عن 2 في البريسيجن في الريكول على مجموعهم. يبقى لازم احسب البريسيجن واحسب الريكول. ايه البريسيجن؟ احنا قلنا بي مش كده؟ ايه البريسيجن والريكول بتاع بي؟ حد سامعني يا جماعه؟ ما شفتش حد. انتوا بتعدوا يمكن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 البريسيجن بكام؟ 6 على 12، يعني 6 ريليفنت. طب والريكول بكام؟ ريكول 6 على 9، لان عندي 9 ريليفنت دوكيومنتس. خلاص هعوض بدول في المعادله دي، يطلع لي ايه؟ اف 1. تمام؟ طيب هنتوقف هنا، وممكن اخد سؤال واحد ونتوقف وناخد استراحه. اديني اخد سؤال، لو حد عنده اي سؤال يرفع ايده من فضلكم. اعتقد دكتور قديم انت رافع ايدك من المره اللي فاتت. عبد الرحمن اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعرف يا دكتور في دلوقتي في السيرشنج في الكويريز وكده، طب امتى انا احتاج مثلا اركز على البريسيجن او على الريكول؟ يعني عايزين مثلا اكزامبلز امتى اركز على البريسيجن او الريكول؟ طيب ممكن ابتدي مع بعد الاستراحه عشان تبقى بس فيها تشويق. تمام ماشي، مفيش مشكله. طيب خلاص، يبقى المثال ده هنبتدي بيه ان شاء الله بعد الاستراحه. فنتوقف هنا ان شاء الله ونعود بعد ربع ساعه ان شاء الله في الخامسة والثلث بتوقيت مكة المكرمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت والصورة واضحين؟ حد سامعني؟ حد شايفني؟ اوكي تمام. بسرعة، السؤال اللي عبد الرحمن سأله اللي هو مثال على ان يكون البريسيجن والريكول في واحد منهم يعني اكثر اهميه من الثاني. احنا قلنا المثال ده قبل كده، هديكم مثالين. مثال قلناه قبل كده اللي هو بتاع ليجل سيستم، ليجل سيرش. انا يهمني ان انا اجيب حاجات كتير، صح؟ اجيب كل الدوكيومنتس اللي فيها دليل مثلا في القضيه بتاعتي، لكن برضه يهمني البريسيجن. ما ينفعش ان انا السيستم يرجع لي كل حاجه وخلاص عشان يبقى يكون 100%. ف
كان يهمني البريسيجن، بس انهي واحد اهم؟ الريكول في الحاله دي، ريكول في الحاله دي. يبقى انا استخدم مثلا اف 2 لو انا عايز اخلي ريكول ضعف اهميه البريسيجن في الميجر، يبقى اف 2 او اف 5 لو انا عايزه خمس اضعاف وهكذا. ده مثال. المثال الثاني مش على السيرش ولكن بنشوفه في الـ طبعا از ان اي ار سيستم، السبام فلترنج. اوكي، السبام فلترنج اللي هو اللي احنا بنستخدمه طبعا في الـ في الـ في الايميلز بتاعتنا، احنا عايزينه يبقى البريسيجن بتاعه احسن، يعني انهي الاهم، البريسيجن ولا الريكول؟ طيب تعال نفكر فيها. الريكول هنا يعني ايه؟ انا عايزه يجيب كل الايميلز بتاعت السبام، يعني يجيبها لي، يعمل لها ديتكشن. كويس؟ طيب فدي حاجه كويسه، بس الريكول ما بيهتمش بهو ايه الحاجات التانيه اللي هو هيقول عليها سبام وهي مش سبام. طب ما هو مفيش مشكله، ما هو هيرجع لي كل الحاجات سبام وخلاص. لا، في مشكله كبيره، لان دلوقتي السبام فلتر ما بيورينيش الحاجات السبام، بيوديها على طول بيشيلها، بيشيلها في مكان في يمكن في التلاش على طول يمكن، او في مكان تاني مش هشوفها. معنى كده ايه؟ معنى كده ان لو في حاجه مش هي اصلا مش سبام والسيستم قال لي عليها سبام مش هشوفها، ودي مشكله كبيره. لكن لو حاجه مش سبام والسيستم قال لي عليها لو حاجه سبام والسيستم قال لي عليها مش سبام، يعني واحدة أو اتنين كده في اليوم ماشي، ما مش مشكلة يعني كبيرة. يبقى أنهي بقى الأهم هنا؟ البريسيجن مهم، كل واحدة مش كفاية. يبقى أنا لازم أدي البريسيجن أهمية كبيرة جدا، لأن أنا لو الريكول أهم يبقى أنا هضيع عليها حاجات كتير قوي مش هشوفها، حاجات ليجيتيمت، حاجات مش سبام. يبقى أنا هنا لازم البريسيجن يبقى أهم من الريكول. اتمنى كده المثالين دول ايه يكونوا وضحوا، ادوا يعني تطبيقين مختلفين لان انا ازاي استخدم الاف 1 ميجر. طيب انا عايز اسالكم، كم ميجر احنا خدناهم لغايه دلوقتي؟ كم ميجر؟ ثلاثه، بريسيجن، ريكول، والاف ميجر اللي هو جنرال طبعا، يعني اف 1 واف بيتا هم اسمهم اف ميجر في النهايه. كان في سؤال الهارمونيك مين هو الافضل؟ طبعا في الابلكيشن بتاعنا هو الافضل طبعا، احنا الاف ميجر مش الاريثمتيك مين، الاف ميجر هو الهارمونيك مين. طيب خلينا نكمل ونتنقل بقى للايه؟ لل الرانك بيزد ميجرز. يبقى الرانك بيزد ميجرز هي ايه؟ هي الميجرز اللي انا بستخدمها لما السيستم يرجع لي رانكد ليست. يبقى انا هنا هفترض ان السيستم هيرجع لي رانكد ليست، يبقى السيستم هنا بيقول لي ان الدوكيمنت دي رقم واحد، الدوكيمنت دي رقم 2، الدوكيمنت دي رقم 3، الدوكيمنت دي رقم 4 وهكذا. طب تفرق معايا في ايه دي بقى؟ تفرق معايا ايه؟ ما هو السيستم هيرجع لي ال 10 دول وخلاص. لا تفرق طبعا. لان انا مثلا في جوجل، هل انا ببص على الدوكيمنت رقم 10 الاول؟ لا طبعا. ببص على رقم 1 الاول، وبعدين ابص على 2، وبعدين ابص على 3. الا بقى لو انت بتبص عشوائي حاجه ثانيه، لكن عاده بنبص من اول من فوق لتحت. صح؟ يبقى لا تفرق. تفرق يعني مثلا لو انا بصيت على التو سيستمز دول اللي هم الاي والبي، انهي واحد هيكون افضل؟ ايه رايكم؟ ايه ولا بي افضل؟ قولوا لي على الشات. انتوا مش شايفين التو سيستم اي وبي اهم؟ ادي التو سيستمز اهم، اي وبي، ادي سيستم اي رجع لي ده وسيستم بي رجع لي ده. انهي واحد افضل؟ سكرين از نوت، اوه انا اسف. اوكي طب كويس والله ان انا فاتح الشات، والا كنا هقعد المحاضره كلها. مش اوكي، انا اسف جدا. اوكي اوكي تمام، يعني عمال اشرح كل ده وانتوا يعني مش المهم. الحمد لله يعني ما فيش اي حاجه حصلت يعني. طيب دلوقتي انتوا شايفين قدامكم ادي تو سيستمز A و B. اوكي، انهي سيستم منهم افضل؟ دي الدوكيمنت رقم 1، دي الدوكيمنت رقم 2، ودي رقم 3 وهكذا. يبقى هي رانكد طبعا بي افضل. ليه بي افضل؟ لانه جاب لي ريليفنت دوكيمنتس فوق. يبقى انا اول ما هشوف هلاقي ريليفنت دوكيمنتس، الباقي مش مشكله، انا يمكن ما نزلتش تحت. اوكي، لكن السيستم ايه ده هيتعبني، هبص على الاولانيه الاقي نون ريليفنت، هبص على الثانيه الاقي نون ريليفنت، يمكن اوقف بعد الثانيه وخلاص وافقد الامل.
لكن سيستم بي طلع لي ريليفنت دوكيومنتس فوق. يبقى الفكره هنا ايه بقى؟ الفكره ان اي رانكد ريتريفال سيستم الافضل فيه ان هو طبعا يحط الريليفنت دوكيومنتس كلها فوق. الاوبتيمال ان كل الريليفنت دوكيومنتس بتاعه الكويري دي تبقى فوق، مش مهم ترتيبها، ان انا بفترض ان هم كلهم زي بعض. لغايه دلوقتي احنا قلنا ريليفنس باينري، اوكي، ريليفنس باينري. احنا مش هنتكلم على بنتكلم على رانكس. يبقى الريليفنس باينري، فمش هيفرق اني واحده الاول واني واحده الثانيه، لكن المهم ان هم ايه، يبقى كلهم ريليفنت. ده الايديال سيستم، ان كل ان هو يلاقي لي كل ريليفنت دوكيومنتس ويحطهم لي فوق. طيب ايه بقى الميجرز اللي احنا هنستخدمها عشان تعمل الكلام ده؟ اول حاجه طيب هنعمل هنعمل الكلام ده ازاي بقى؟ اللي هي الميجر، لازم طبعا الميجر يكون واخد ايه رانكس في اعتباره. طيب بفكركم تاني بنفس المثال اللي احنا هنتكلم عليه، اللي هو نفس السيستمز بس انا بقى رتبتهم، يبقى الدوكيومنتس دي بقت مترتبه دلوقتي. تمام؟ طيب لو قلت لكم اي واحده احسن، طبعا ايه هتبقى صعب من غير ما نعرف الايفالويشن ميجر، صعب. بصوا كده انهي واحده احسن؟ رايكم كده انهي سيستم احسن؟ هنلاقي اراء مختلفه، كل واحد هيبص عليها من وجهه نظر مختلفه. واحد ممكن يقول لي جي هو الافضل، لان جي رجع خمسه والاربعه الريليفنت ما شاء الله كلهم يعني قريبين قوي من فوق، صح؟ ممكن حد يقول لي كده، ممكن واحد يقول لي لا اف هو الاكبر هو الافضل، ما رجع لي خمسه يعني قريبين من التوب، ومعلش الواحده دي يعني تحت بس يعني خمسه قريبين من التوب. واحد ممكن يقول لي لا دي افضل لان الثلاثه الاولانيين دول كلهم ريليفنت. طيب هنختلف، يبقى لازم نشوف ايه الايفاليوشن ميجر. هي مش كده، مش بال يعني مش مش عشوائي، اوكي، لازم يكون في ايفاليوشن ميجر. طيب نبتدي نشوف بقى. اول ايفاليوشن ميجر اسمه بريسيجن ات كي. احنا عارفين يعني ايه بريسيجن، صح؟ هنا الفكره هنا ايه بقى؟ الفكره ان انا بفترض هنا اليوزر موديل ايه؟ انا بفترض ان السيستم اليوزر هيبص لغايه رانك كي، يبقى اليوزر مش هيبص اكتر من كي. اليوزر مهتم فقط باول، نفترض مثلا كي هي 5 يبقى بريسيجن ات 5 اول 5 بس هو اللي انا هبص عليه، يبقى في كات اوف. يبقى اليوزر موديل هنا بيبص على اول توب كي بس، لو توب كي كويسين فيهم كلهم ريليفنت يبقى انا ساتسفايد. يبقى انا اعتقد من كده يبقى انا قلت لكم ازاي الميجر ده بيتحسب، صح؟ هنعمل ايه؟ هنقف على رانك كي ونحسب البريسيجن للجزء اللي فوق، نفترض ان السيستم رجع بس الجزء اللي فوق ونحسب له البريسيجن. طيب هل ده له معنى؟ يعني هل ده احنا يعني ايه 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 معنى؟ هل فعلا اليوزر ده موجود في الدنيا اللي هو بيبص بس على على اول كي؟ على فكره اليوزر ده كلنا، مش احنا بنبص كم مره بنروح للبيج الثانيه في جوجل؟ كم مره من ضمن مره كل مثلا 10 مرات، مره كل 20 مره، مره كل 100 مره؟ يبقى احنا بنبص على 10 اوانين. جوجل بيحط 10 ريزلتس عاده، او يعني لغايه قريب بيحط 10 ريزلتس بس، فاحنا كلنا في الويب سيرش بنبص عاده على اول بيج بس. يبقى بريسيجن ات 10 هو الميجر، او لو احنا عايزين نحطها يعني ادق شويه ممكن بريسيجن ات 5، يعني على حسب بقى الابلكيشن. بس انا بريسيجن ات كي طبعا اليوزر موديل واضح جدا، انا ببص بس على الايه الصفحه الاولانيه او التوب 5 او 5 او 10 نتائج. حاجه ثانيه كمان في اليوزر ان هو ما يهمهوش فين الريليفنت دوكيومنتس، وده الانديكيشن بتاع البريسيجن، صح؟ يعني ده معنى البريسيجن، انا لما اعمل كات اوف عند 5 واقول بقى احسب لي البريسيجن، يبقى انا انا استخدمت الرانكينج في ان انا شفت اول 5 بس، خلاص الخمسه دول بقى مش فارق معايا، الريليفنت كلهم فوق الريليفنت كلهم تحت الفيش معايا. طيب خلينا نشوف مثال، ناخد مثلا سيستم يبقى انا ايه هعمل ايه عشان احسب بريسيجن ات 5؟ هاخد كات اوف عند 5 ومش هبص على اللي تحت 5، تحت 5 مش هاخدهم خالص، تمام؟ يبقى هبص بس على الاول 5. طيب ايه بريسيجن ات 5 لسيستم ايه؟ نحسبه ازاي؟ يبقى هبص على الخمسه الاولين فقط واحسب البريسيجن. بافتراض ايه بقى؟ بافتراض ان السيستم راجع على الخمسه دول بس، يبقى 3 على 5، تمام؟ في ناس تقول نص، ليه نص؟ 3 على 5، 3 ريليفنت، ادي 1 2 3 على 5، يبقى ده 3 على 5.
طيب دي دي في 4 relevant يبقى 4 على 5. طب سي سي 3 على 5 برضه صح؟ بص بقى على A وC. A وC الاثنين 3 على 5. هل فرق ان relevant document ان السي رجع لي الاثنين دول فوق عن ايه؟ ايه رجع لي بس التوب الاولانيه هي ريليفنت والثانيه نون ريليفنت، ده ما فرقش. والله لو كان سي حط الاثنين دول تحت هنا كان برضه هتبقى 3 على 5 ما تفرقش. خلاص؟ يبقى ده الموديل بتاع اليوزر هنا بيبص بس على التوب كي وما يهموش بقى ترتيب الريليفنت دوكيمنتس فين، هو عايز ريليفنت دوكيمنتس في التوب دول وخلاص. لو كان هيفرق هنشوف بقى هنعمل ايه. اوكي بس الموديل البريسيجن الميجر ده بيشتغل كده. تمام؟ يبقى ده ايه؟ البريسيجن ات ات كي، يبقى اسيوم ان اليوزر هيوقف مش هيبص بعد الكي. اليوزر مش هيبص بعد ايه؟ بعد الكي. طيب هل ده رياليستيك؟ احنا جاوبنا السؤال ده. اوكي؟ في يعني ممكن يحصل. بس هل احنا دايما بنقف عند الكي؟ يعني مثلا احنا في الويب سيرش دايما بنبص على 10؟ هل دايما بنبص على 10 كلهم؟ لا، بنبص على 10 كلهم. امال احنا بنعمل ايه؟ يوزر موديل تاني بقى. اليوزر موديل التاني بقى هنا ايه؟ احنا بنقف في مكان ما، صح؟ بنقف امتى؟ بنقف لما النتائج ترضينا. يبقى الاوبجيكتيف هنا ان انا ساتسفاي الانفورميشن نيد. يبقى انا هقف، خلي بالكم احنا هنتكلم على ميجر تاني خلاص، ما بنتكلمش على بريسيجن ات كي. خلاص؟ انا هقف لما الانفورميشن نيد بتاعي يبقى ساتسفايد. طب يعني ايه برضه يعني؟ امتى؟ فين هقف؟ طيب ممكن نعمل اسامبشن. نقول ايه؟ نقول احنا هنقف، انا هقف عند ريليفنت دوكيمنت معينه. يعني انا هفضل كده ايه؟ ادي الليست اهي، افترض ان انا ادي الليست اهي قدامي، ادي ليستة الايه؟ الدوكيمنتس 1 2 3 4 5. هبص على الاولانيه ريليفنت. اوكي طيب بس مش لسه، انا عايز تاني. الثانيه لا نون ريليفنت. الثالثه ريليفنت. اوكي خلاص انا كده ساتسفايد، هقف هنا. يبقى انا او ممكن ايه اقول ايه؟ لا مش لسه، يبقى هبص على اللي بعديها وابص على او هقف ده ريليفنت دي ريليفنت. اوكي هقف عندها، يبقى انا هقف عندها. اوكي يبقى دي ريليفنت ودي ريليفنت، دي مش ريليفنت، هقف عندها. يبقى انا هنا ايه؟ هقف دايما، هفترض ده افتراض طبعا، هقف دايما عند ريليفنت دوكيمنت. اوكي يبقى انا الموديل ده بقى مختلف عن البريسيجن ات كي خالص. البريسيجن ات كي انا مش هقف، انا هقف عند كي وخلاص، والله ساتسفايد مش ساتسفايد، انا هقف عند كي وهبص عليهم كلهم. هبص عليهم كلهم، لان انا مش هبص عليهم كلهم يبقى لا، يبقى البريسيجن مش ميجر كويس للساتسفاكشن بتاعي. خلاص؟ فسيبنا بقى من اليوزر موديل ده، احنا قلنا مش رياليستيك قوي، لان انا مش دايما اليوزر بيبص على ال 10 كلهم او البيج كلها. طيب هنا بقى انا هفترض ان انا اليوزر هيقف عند ريليفنت دوكيمنت. طيب السؤال انهي ريليفنت دوكيمنت؟ اول واحده ولا ثاني واحده ولا ثالث واحده ولا رابع واحده؟ ما اعرفش. طب اعمل ايه؟ خلاص حل من الحلول ان انا هحسب البريسيجن عند كل ريليفنت دوكيمنت. يعني اقول ايه؟ هنا مثلا خليني معلش امسح دي لانها مش واضحه قوي. افترض ان انا هنا عندي relevant non relevant 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 non relevant اوكي وبعدين relevant. خلاص ادي سته. هحسب البريسيجن عند كل relevant document. البريسيجن هنا كام؟ يعني كاني بحسب هنا precision at 1. precision at 1 هنا كام؟ 1 1 over 1 صح؟ طيب هحسب البريسيجن هنا؟ لا مش هحسب هنا، انا عارف ان انا مش هقف هنا. طب انا هقف احتمال اقف هنا، يبقى احسب البريسيجن هنا. البريسيجن هنا كام؟ 2 على 3 تمام. هنا البريسيجن كام؟
3 على 4. هنا البريسيجن كام؟ كام هنا؟ 4 على 6 وهكذا. عند كل ريليفنت دوكيمنت هحسب البريسيجن. طب انا مش عارف هقف اليوزر هيقف فين، خلاص يبقى هاخد الافرج بتاعه. يبقى الافرج ما بين اليوزرز كلهم اللي هيبصوا على الريزلتس دول الساتسفاكشن بتاعهم هيبقى الافرج بتاع البريسيجنز دي. هو ده اللي بنسميه افرج بريسيجن ميجر. يبقى الافرج بريسيجن بحسب البريسيجن بريسيجن ات اكس عند كل رانك اكس عندها ريليفنت دوكيمنت، وبعدين اخد الافرج بتاع كل البريسيجنز دي. تعال ناخد مثال يمكن اوضح شويه. هنا هنختلف بقى عن شويه عن المثال اللي قبل كده. هنا الكويري دي ليها 5 ريليفنت دوكيمنتس، تمام؟ عايز احسب الافرج بريسيجن للسيستم ده، السيستم اللي رجع لي الريزلتس دي. يبقى ناخد بالنا في الكويري دي ليها 5 ريليفنت دوكيمنتس اصلا. هتقول لي عرفنا منين؟ اقول لك بعدين هنعرف. خلاص؟ 5 ريليفنت دوكيمنتس والسيستم، افترض دلوقتي ان هم معروفين والسيستم رجع لي دول. ايه الافرج بريسيجن بتاعهم؟ يبقى انا هحسبه ازاي؟ هحسب البريسيجن عند كل ريليفنت دوكيمنت. يبقى البريسيجن عند ريليفنت دوكيمنت الاولاني 1 على 1. البريسيجن عند ريليفنت دوكيمنت الثانيه كام؟ 2 على 2. لان انا عندي 2 ريليفنت من 2. طب البريسيجن هنا كام؟ اللي هو بريسيجن ات 5. 3 على 5، تمام. طب البريسيجن هنا كام؟ كام واحدة ريليفنت؟ 4، يبقى 4 على 9. طب أنا عندي الكويري فيها 5 والسيستم ما رجعش إلا إيه؟ 4 بس منهم. طب الخمسة البريسيجن عندها كام؟ إحنا قلنا عايزين نحسب البريسيجن عند كل ريليفنت دوكيمنت. يبقى الخمسة البريسيجن عندها كام؟ هفترض إن الخمسة دي السيستم رجعها لي بعيد قوي. لو السيستم رجعها لي بعيد أو السيستم ما رجعهاش، بس أنا هفترض عشان تمشي الحسبة ان هو السيستم رجعها لي بعيد قوي. لما السيستم رجعها لي بعيد قوي يعني تحت قوي قوي، يبقى البريسيجن عندها كام؟ هيبقى تقريبا زيرو. يبقى هحسب كان البريسيجن عند الخمسه زيرو، ويبقى هاخد الافرج بتاعهم كلهم. يبقى هجمع الارقام دي 1 زائد 1 زائد 6 من 10 زائد 44 من 100 يطلع لي 3.4 من 10 تقريبا، صح كده ولا ايه؟ 3.4 من 10 اسف 3.4 من 100 هقسمها على 5 يطلع لي الرقم ده. ليه 5؟ ليه قسمت على 5؟ لان انا عندي 5 ريليفنت دوكيمنتس. ده معناه ان انا حسبت الاخيره حسبتها بزيرو، ان هو اصلا ما رجعهاش، تمام؟ يبقى الافرج بريسيجن هنا 0.6008. طب معناه ايه؟ احنا قلنا قبل كده البريسيجن لما يطلع لي مثلا 20% بريسيجن معناها ايه؟ معناها ان 20% من الريزلتس اللي رجعها السيستم ريليفنت. معناها واضح جدا وسهل. ريكول 30% معناها ايه؟ معناها ان السيستم رجع لي 30% من الريليفنت دوكيومنتس بتاعت الكويري دي. طب لما اقول لك افريج بريسيجن 0.6 60%، يعني اون افريج في المتوسط، في المتوسط اليوزر هيشوف 60% من الريليفنت دوكيومنت، هيشوف من اللي شافه من السيرش انجن 60% كانوا ريليفنت في المتوسط. لان انا هنا بفترض ايه؟ مفترض ان اليوزر انا مش عارف هو هيقف فين، بس انا مفترض ان اليوزر هيقف على واحده من الريليفنت دوكيمنتس. اني واحده بالظبط مش عارف. فلو وقف هنا هيبقى البريسيجن بتاعته كذا، لو وقف هنا البريسيجن بتاعته كذا. مش عارف اني واحده يبقى هاخد الافرج بتاعه. تمام؟ ده معنى الافرج بريسيجن. تعال نجربه على واحده ثانيه، عايزكم تكتبوا لي بالارقام كده كذا على كذا زائد كذا على كذا كله ده على كذا. قولوا لي الافرج بريسيجن هنا هيطلع كام؟ طبعا مش عايز الرقم النهائي، بس انا عايز ايه انا شايف 1 على 3 و2 على 7 وكلهم مقسومين على في ناس بتقول 3 وفي ناس بتقول 5. ما اعرفش الخمسه دي جت منين. ان الكويري دي ليها 3 بس، على فكره الكويري دي ليها 3 ريليفنت دوكيمنت، دي كويري غير الكويري دي، تمام؟ يبقى هنا البريسيجن 1 على 3، البريسيجن هنا 2 على 7،
اجمع الاثنين دول واقسمهم على كام؟ على 3، لان يعني الاخيره افترض ان ايه البريسيجن بتاعها بزيرو، يبقى 1 على 3 2 على 7 والاخيره بزيرو، يبقى هتطلع لي 0.207. طيب دي بسرعه كده نعملها مع بعض. دي ليها 7 ريليفنت دوكيومنتس، يبقى هنا البريسيجن هيبقى كام؟ عند دي 1 على 2، طيب عند دي 2 على 5، وعند دي كام؟ 3 على 8، على كام؟ نجمع دول ونقسم على 7. ليه 7؟ عشان 7 ريليفنت. تمام؟ خليني بس امسح بقى كل اللي احنا عملناه ده عشان يبان. اوكي؟ طيب يبقى ده الافرج بريسيجن. طيب احنا في حاجه على فكره ما يعني قلناها في الاول بس ما قلناهاش بعد كده، هو السيستم احنا قلنا هنجربه على اكتر من كويري صح؟ يبقى انا المفروض اخد الافرج في النهايه بتاع كل الكويريز. طيب هناك لما استخدمنا البريسيجن او ريكول او اف 1، لما باخد الافرج بيتسمى برضه نفس الاسم بريسيجن وريكول اف 1، معرفش ليه يعني بيتسمى نفس الاسم بس بيبقى معروف ان ده الافرج اوفر اول كويريز. هنا لما باخد الافرج لا، مع اللي عمل الميجر ده ما زعل، قال لا مش هسميه كده، انا هسميه متوسط الافرج بريسيجن. طب لما اسميه متوسط الافرج بريسيجن بالانجليزي يبقى ايه؟ افرج افرج بريسيجن صح؟ قال لك لا انا كده مش حلوه، خليها مين افرج بريسيجن. وطبعا المين والافرج هم حاجه واحده اوكي، بس هو عشان الاسم يبقى حلو يعني، يبقى مين افرج بريسيجن اختصاره ايه؟ ماب، مين افرج بريسيجن. يبقى احنا دايما هنسمعها هنشوفها في الاي ار سواء تكست بوكس ولا بيبرز، ماب. الماب اللي هو ايه؟ افرج بريسيجن لكل كويري، وبعدين اخد الافرج بتاعهم عشان 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 انا عايز اقيم السيستم كله على بعضه بقى. يبقى انا هنا مفترض ان هو نفس السيستم، السيستم ده اديت له 3 كويز، حسبت الافرج بريسيجن لكل واحده، الافرج بتاعهم يبقى ماب، مين افرج بريسيجن. يبقى هنا هقسم الثلاثه دول على 3 يطلع لي بقى ايه؟ ده متوسط تقييم السيستم. طبعا افترضنا ان انا عندي 3 كويز بس. اوكي؟ يبقى ده متوسط تقييم السيستم، يبقى متوسط الاداء، متوسط الساتسفاكشن بتاع اليوزر لما هيستخدم السيستم ده، طبعا جيفن ان انا الموديل ده فعلا بيمثل اليوزر بتاعي 0.33، يبقى 30%. يبقى انا يعني بحط كويري في المتوسط البريسيجن بتاعتي اللي انا هشوفها 30%، 30% اللي انا من اللي انا شفتهم كانوا ريليفنت. اوكي؟ تمام؟ طيب يبقى ده ايه؟ مين افرج بريسيجن. طيب المين افرج بريسيجن او الافرج بريسيجن، خلينا نتكلم بقى على واحد بس، يعني انتوا عارفين ان المين افرج بريسيجن يبقى هو الافرج بتاعهم على اكتر من كويري. الافرج بريسيجن ده يعتبر ميكس من البريسيجن والريكول. ليه؟ احنا بنحسب البريسيجن بس صح؟ فين الريكول هنا؟ بنحسب البريسيجن عند كل ريليفنت دوكيمنت. جاب منين الريكول؟ الريكول جه لان انا بحسب عند كلهم. فانا لو انا جبت 2 بس فانا هحاسب على 5، لو هم انا عندي 5 ريليفنت دوكيومنتس وانا جبت 2 منهم بس فانا هحسب البريسيجن عند 2 وفي الاخر بقسم على 5، فانا مع يعني واخد الريكول في اعتباري طبعا. اوكي؟ عشان كده الميجر ده بياخد واخد الاثنين البريسيجن والريكول في الاعتبار. طب احسن سيستم يطلع لي نتيجه يعني امتى الافرج بريسيجن هيبقى 1؟ امتى النتيجه دي ممكن تطلع 1؟ لما كل الريليفنت دوكيومنتس يبقوا في التوب، يبقى كلهم فوق، لان البريسيجن عند كل واحد هتبقى 1 لما اقسم عليهم كلهم هيبقى 1، ولازم كلهم كل ريليفنت دوكيومنتس بتوع الكويري يبقوا كلهم موجودين وكلهم فوق. ده الايه؟ التوب، ذاتس ذا بيست سيستم، ذا ايديال سيستم. اوكي؟ يبقى الريكول موجود هنا، انا بقسم على عدد، انا لو تاخدوا بالكم هنا انا بقسم على ايه؟ ده ايه ده؟ وده وده ده عدد الريليفنت دوكيومنتس. طيب في واحد بيقول لي كلهم موجودين بس مش لازم فوق. لا لازم فوق عشان اجيب 1. ما هم لو مش كلهم فوق يبقى البريسيجن مش هيبقى 1 لواحده منهم على الاقل، وبالتالي الافرج بتاعهم مش هيبقى 1. انا بتكلم على الايديال سيستم. الايديال سيستم اللي لازم اللي يجيب 1 لازم يكون حاطط كل الريليفنت دوكيومنتس كلهم ورا بعض فوق. اوكي؟ طيب نكمل
يبقى الفوكس بيبقى فايندنج ريليفنت دوكيومنتس از ايرلي از بوسيبل، از ايرلي يعني في الرانك ليست يعني از بوسيبل. وزي ما قلت لكم قبل كده الماب موست كومنلي يوزد ايفالويشن ميجر للاي ار سيرش تاسكس، يعني هتشوفوه كتير جدا ماب. طبعا في حاجات تانية بس يعني ماب فيري ويل فيري وايدلي يوزد، بيستخدم كتير جدا. اوكي طيب سبيشال كيس من الافرج بريسيجن، اوكي لما يكون عندي وان ريليفنت دوكيمنت بس، يعني فور ايفري توبيك فور ايفري انفورميشن نيد، لكل انفورميشن نيد عندي ريليفنت دوكيمنت واحده بس. هل ده موجود في الحياه؟ اه طبعا موجود. لما اقول لك انا عايز اروح ال عايز اشوف ال يو ار ال بتاعت جامعه ستانفورد، بتعمل ايه؟ بتروح على جوجل تكتب ستانفورد يونيفرسيتي، صح؟ عشان تجيب ايه؟ عشان تجيب اليو ار ال بتاعها لو انت مش حافظه. يبقى هو الـ هنا هي وان ريليفنت دوكيمنت بس، اللي بنسميها نافيجيشن كوري. ما شاء الله في ناس ادفانسد يعني. طب انتوا يعني حاضرين معانا ليه يا جماعه؟ الناس الادفانسد دي ما شاء الله. يس نافيجيشنال كويري، اللي انا كويري عايز اروح لمكان، اروح لويب سايت ويب بيج معينه. طبعا اهلا وسهلا بالجميع، انا طبعا بهزر يعني. ففي الحاله دي الميجر اسمه ريسيبروكال رانك. ليه بقى؟ ليه اسمه ريسيبروكال رانك؟ لان انا هنا عندي واحده بس، يبقى انا هحسب البريسيجن عندها، فين هي موجوده. يبقى انا افترض مثلا انا عندي ادي الليست اهي، وواحده بس هي اللي هتبقى ريليفنت. فانا افترض مثلا ريليفنت لقيتها هنا مثلا، كويس، فدي رقم كام؟ رقم 5. يبقى البريسيجن عندها هيبقى كام؟ البريسيجن عندها كام؟ هيبقى 1/5، صح؟ 1 على الرانك اللي لقيت فيه الريليفنت دوكيمنت، عشان كده اسمه ريسيبروكال. ريسيبروكال يعني 1 على رانك، اوكي؟ يبقى هو 1/5، وهقسم على كام في الاخر؟ على 1، هيفضل هو عشان كده هو ريسيبروكال يعني، اوكي؟ 1 على الرانك اللي لقيت فيه الايه؟ الريليفنت دوكيمنت. طبعا بعد كده هاخد الافرج بقى بتاعهم، عشان كده بقى اسمه مين ريسيبروكال رانك. الكلام ده لما يكون عندي 1 ريليفنت دوكيمنت اونلي، مفيش غيرها. طيب الميجر ده بيستخدم او بيفترض ان انا عندي باينري ريليفنس. يعني ايه؟ يعني الريليفنس يا الدوكيمنت يا ريليفنت يا لا، مش حاجه ثانيه. مش مثلا في دوكيمنت الريليفنس بتاعها 1 ودوكيمنت الريليفنس بتاعها 2 تبقى حاجه اسمها جريدد، لا هي باينري. طب هل ده رياليستيك؟ ساعات وساعات لا. ساعات ممكن اقول ايه، وده بيحصل معانا صح، ان الدوكيمنت دي يعني لقاها يعني فعلا هي دي اللي انا عايزها. وفي حاجه تانية ممكن يعني نص نص، يعني هتفيدني بس مش قوي، صح؟ يبقى في دوكيمنتس هتبقى الريليفنس بتاعها اعلى من دوكيمنتس ثانيه. يبقى ده بنسميه ايه؟ بنسميه جريدد ريليفنس. الجريدد ريليفنس مش سبورتد بالميجرز كلها اللي احنا اتكلمنا عليها، لا البريسيجن بياخده في اعتباره، ولا الريكول، ولا اف 1، ولا الافرج بريسيجن، ولا ريسيبروكال رانك طبعا لانه سبيشال كيس بياخدوه في الاعتبار. كل الميجرز دي بتفترض باينري ريليفنس 0 1. طب افرض انا عندي نون باينري ريليفنس، اعمل ايه؟ يبقى معنى كده ان كل دوكيمنت هتبقى ليها ايه؟ ليها ريليفنس ليفل. ومعناها معنى كده ان حاجتين، ان الدوكيمنتس اللي هي هايلي ريليفنت اللي هي مفيده قوي، خليني اقولها بطريقه ثانيه، الدوكيمنتس اللي هي الريليفنس بتاعها عالي، ده معناه انها افيد لي، تمام؟ ومعنى كده انها المفروض يبقى ليها فاليو اكتر في الايفالويشن اللي انا بعمله، تمام؟ بس لو الدوكيمنت دي كل ما تنزل تحت، ما انا بفترض دايما ان اليوزر بيبص من فوق، فالدوكيمنت اللي هي المفيده قوي دي كل ما بتنزل تحت في الرانكد ليست احتمال ان انا اوصل لها اقل، يبقى المفروض الفاليو بتاعتها دي تقل شويه. اوكي؟ يبقى دول حاجتين مهمين هنتكلم عليهم تاني.
الميجر اللي هنقولهم تاني بالتفصيل شويه في السلايد اللي جاي. الميجر ده بنسميه ديسكاونتد كوميوليتيف جين، دي سي جي. دي سي جي ده بيعمل ايه؟ بيستخدم الجريدد ريليفانس، بيدي ويت لكل دوكيمنت حسب الليفل بتاعها، بس الويت ده بيقل مع الرانك بتاع الدوكيمنت. وده اكتر واحد بيستخدم في الويب سيرش مع البريسيجن ات كي على فكره. يعني البريسيجن ات كي بيستخدم، ان دي سي جي برضه بيستخدم، لان اليوزر في لانه مور رياليستيك صح؟ لان في دوكيمنتس بتبقى احسن او افيد من دوكيمنت ثانيه، وكمان الرانكينج بيفرق. كل ما الدوكيمنت دي اتدفنت تحت، يعني الدوكيمنت نفترض ان الدوكيمنت اللي هي المفيده جدا ظهرت عند رانك 20، طب انا مش هروح لها غالبا، يعني مش هبص على البيج الثانيه. امتى ببص على البيج الثانيه؟ يبقى المفروض الفاليو بتاعتها هتبقى تقريبا زيرو، تقريبا زيرو. يبقى انا بفترض ان هنا ان اليوزر بيعدي من فوق لتحت، وبفترض ايه؟ حاجتين، ان الريليفنت دوكيومنتس ليهم فاليو اكبر بنسميها جين. اوكي، الريليفنت دوكيومنتس ليهم فاليو اكبر بنسميها جين، والفاليو دي بتديكي او بتبقى ديسكاونتد او بتقل كل ما الدوكيومنت دي نزلت تحت في الرانك ليست، اتدفنت، لانها هتبقى احتمال انها ان اليوزر يشوفها اقل. طيب الدي سي جي بقى عباره عن ايه؟ الجين بيحسب الجين ده بيبقى اكيوميليتد، يعني بيزيد. اوكي، كل ما اشوف يبقى احنا كل دوكيمنت ليها فاليو، اوكي، او ليها جين، والجين الفاليو هي الجين، تمام، متراكم. الله ينور عليك، جميل، يعني ما شاء الله معانا ناس يعني جهابذه في اللغه العربيه، متراكم. فالجين ده، طب الجين يعني ايه بقى؟ الجين يعني نقول القيمه مثلا، اوكي، القيمه دي المكسب. طيب ماشي، المكسب خلينا بالانجليزي الله يخليكم، معلش عشان نخلص النهارده. الجين ده بيبقى بيتراكم كل ما انزل، كل ما عدي على دوكيمنت ليها قيمه، ليها فاليو، بيتراكم. بس الجين ده بتاع كل دوكيمنت بيبقى ديسكاونتد، بيبقى بيقل بالنسبه للرانك اللي هو فيها. طيب بيقل قد ايه؟ الميجر ده بيفترض ان هو بيقل، بيضرب في فاكتور، في ديسكاونت، اللي هو ايه؟ اللي هو واحد على لوج الرانك. يعني على يعني ات رانك 4، لو الدوكيمنت دي في رانك 4 بضربها في واحد على لوج 4 اللي هو 2. اوكي، لوج 4 2 صح؟ يبقى ايه؟ 1 على 2. لو الدوكيمنت دي في رانك 8 يبقى هتضرب في واحد على لوج 8 اللي هو 3. لوج طبعا للاساس 2 اللي هو بيز 2. اوكي؟ وهكذا، يبقى في ديسكاونت بيحصل. يبقى في جين اكيوميليتد وفي ديسكاونت بيحصل. هنشوف الكلام ده بالتفصيل. اوكي؟ يعني ايه، ما تركزوش قوي في الـ في الـ في الـ في الفورمولا دي. هي بس ايه؟ ترجمه اللي احنا قلناه. خلينا ناخد مثال. خلينا ناخد مثال. طيب، ايه المثال ده؟ عندي دوكيومنتس، عندي ليست من الدوكيومنتس، ادي رانك اهو، رانك 1 رانك 2 كده، ده اللي هو الرانك خلاص، رانك 1 رانك 2 رانك 3 رانك 4، ده مش الجين خلاص. الجين هو اللي في الكولوم ده، الرقم اللي قدام الرانك هو ده الجين، هو ده الليفل. احنا عندنا هنا هنفترض ان الليفل عندي 0 طبعا نون ريليفنت، وعندي 1 و2 و3 وهتلاقيهم ايه؟ ب يعني بشيء ظل مختلف، يعني الاحمر ده نون ريليفنت، الاخضر ريليفنت، بس ايه؟ الاخضر الغامي قوي واحد، اللي افتح منه شويه اثنين، والفاتح خالص ثلاثه. تمام؟ يبقى ده ايه؟ الجين بتاع كل دوكيمنت، هو ده الريليفنت سكور بتاعه، الريليفنت جريد بتاعته. خلاص؟ طب انا عارفها منين؟ انا عارفها من الريليفنت جادجمنتس، عندي ريليفنت جادجمنتس وانا عارف كل دوكيمنت الريليفنت جريد بتاعها ايه. والله انا خايف ما نجيش للنهارده لان احنا ازاي نجيب الحاجات دي، يمكن يعني نوديها المحاضره اللي جايه، هنشوف ان شاء الله ربنا يعني يبارك في الوقت. يبقى خلاص، يبقى هنحسب الجين، مش هنحسب، هو الجين ده جيفن عندنا خلاص. طيب نحسب بقى الام دي سي جي، اسف مش الام دي سي جي، ازاي احنا هنحسب الدي سي جي عند رانك معين؟ نفترض ان احنا عايزين هنبص بس على اول 10، يعني الدي سي جي ده لازم يتحسب عند رانك معين. يبقى احنا هنبص ونفترض ان ايه؟ الرانك ده هو 10، يبقى هنبص لغايه هنا. طيب هنبص لغايه هنا نعمل ايه؟ هنراكم الجينز واحنا نازلين.
يبقى لازم ايه؟ هنحسب الجين اولا، هنراكم ايه؟ مش هنراكم الجين، هنراكم الديسكاونت الجين. يبقى لازم اول خطوه بعد ما نشوف الجين بتاع كل دوكيمنت لازم نحسبه، نضربه في الديسكاونت بتاعه. ايه الديسكاونت بتاعه؟ احنا قلنا الديسكاونت ده هيبقى واحد على لوج الرانك بتاعه. اول واحده طبعا عشان لو قسمنا واحد على لوج 1 بزيرو يبقى واحد على زيرو بمعنى النهايه، يبقى ايه؟ مش هنحسب، مش هيبقى فيه ديسكاونت، ده سبيشال كيس. يبقى اول رانك ملوش ديسكاونت. يبقى الجيم بتاعه كام؟ بثلاثه. طيب هنا الجيم باثنين والديسكاونت واحد على لوج كام؟ لوج 2. لوج 2 للاساس 2 اللي هو كام؟ واحد برضه. يبقى ده مش هيبقى ديسكاونت، يبقى ده هيبقى زي ما هو، هيبقى 2. طيب دي الديسكاونت بتاعها كام؟ واحد على لوج 3. يبقى حضرة 3 في 1 على لوج 3 هيطلع لي 1.89 وهكذا. يبقى ده اسمه ديسكاونتد جين. يبقى ده هيتحسب لكل ايه؟ لكل دوكيمنت عند كل رانك. طب هنا ليه زيرو؟ لان اصلا الفاليو بتاعت الدوكيمنت دي زيرو، ما احنا بنضرب الفاليو الجين في الديسكاونت بتاعها. هنا ده جه منين؟ حد يقول لي ده جه منين؟ ده واحد مضروب في ايه؟ واحد مضروب في ايه؟ في واحد على لوج الرانك بتاعه اللي هو ايه؟ اللي هو واحد على لوج، لا مش لوج واحد على ستة، في فرق، مش لوج واحد على ستة. اوكي؟ مش لوج واحد على ستة. الرقم ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن الرقم ده اللي هو واحد، يبقى ده ايكوال 1، اللي هو جه منين؟ اللي هو ده مضروب في الديسكاونت بتاعه. الديسكاونت بتاعه اللي هو ايه؟ اللي هو واحد على لوج الرانك بتاعه. الرانك بتاعه اللي هو كام؟ ستة. ستة اهي. بس ستة دي جت من هنا. اوكي؟ وهتبقى بقى واحد على لوج ستة الاساس اتنين هيطلع كام؟ ضربهم في بعض يطلع 8.39 وهكذا. خلاص؟ يبقى احنا هنحسب ايه الديسكاونت جين لكل ايه الدوكيمنتس دي. طيب خليني بقى ايه امسح ونكمل. طيب الدي سي جي بقى اللي هو ديسكاونتد كوميوليتيف جين. يبقى اجمع كل الكلام ده بقى لانه تراكمي، وانا عايز احسب عند 10، يبقى اجمع كل الكلام ده. يبقى الرقم ده جه منين؟ الرقم ده مجموع كل الدوكيمنتس دي. إيه مش الدوكيمنتس دي، انا اسف، الديسكاونتد جينز دي كلها ال 10. طيب في حد بيسال هو محسوب على ايه الاساس ايه الرانك؟ احنا نسينا ان احنا السيستم بيرجع لي الدوكيمنتس رانكد اصلا، هو ده الرانك بتاع كل دوكيمنت. يعني انا مفترض هنا ان السيستم يرجع لي 10 دوكيمنتس، الدوكيمنت اللي ات رانك 1 الفاليو بتاعتها الريليفنس جريد بتاعها كان 3، الدوكيمنت ات رانك 2 الريليفنس جريد بتاعها 2 وهكذا. تمام؟ طيب يبقى هنا الديسكاونتد كوميونيتيف جين ات 10 هو 9.61. يبقى انا كده خلاص خلصت. يبقى ده الميجر، ده الميجر بتاعي. المعنى بتاعه صعب شويه، يعني مش سهل ان احنا نفسره. 9.61% يعني مش سهل، مش معناه ايه؟ معناه ان انا الحسبه دي لكن تقدر تكتبه في جمله، يعني كل الميجرز اللي قبل كده ممكن نكتبهم في جمله ولا اثنين، لكن ده مش سهل. مش بس دي المشكله بتاعته، ايه تاني مشكله؟ الدي سي جي زي ما انتم شايفين كده ممكن يطلع اي بوزيتيف ريل نمبر. يعني لو خدنا بالنا يمكن دي ما قلناهاش انا، بس هي المفروض يعني المفروض كنا نقولها الحقيقه بس انا نسيتها. الميجرز اللي قبل كده كلها هل ممكن تبقى اي ريل نمبر ولا محدوده؟ يعني بريسيجن، ريكول، اف 1، افريج بريسيجن، كل دول الفاليو بتاعتهم ممكن تطلع نيجاتيف؟ لا ما تطلعش نيجاتيف. طب ممكن تطلع زيرو؟ طبعا ممكن تطلع زيرو لو كلهم نون ريليفنت. طب الماكسيمم بتاعهم ايه؟ 1. يبقى كل دول ما بين زيرو و 1. طب دي حاجه كويسه ولا وحشه؟ ده حاجه كويسه طبعا، لان انا فاهم زيرو و 1 دي ممكن اخدها انها نسبه افهمها، لكن هنا الارقام دي يعني مفتوحه، ممكن يطلع لي 64. طب 64 ده ايه يعني؟ عامل بيه ايه يعني؟ فدي مشكله كبيره. اوكي؟ مشكله كبيره ليه؟ لان انا مش هقدر افسرها.
يعني انا سهل عندي ان انا اقول من 0 ل 1 يطلع مثلا 0.8 يبقى 80%، 0.6 يبقى 60%، له معنى اقدر افسره. لكن هنا هتديني ارقام، هتديني يقول لي 100 100. طب 100 دي ما هو الكويري ممكن يطلع 100 والكويري الثاني يطلع 9 والكويري الثالث يطلع 7، يعني ملهاش معنى واحد. حتى لو اخذت الافرج بتاعهم برضه ملهاش معنى. ايه معناها لما تقول لي 30؟ افسرها ازاي؟ فدي مشكله. اوكي دي مشكله. طيب هل معنى كده ان الميجر ده مش مستخدم؟ اه الميجر ده مش مستخدم. طب احنا بناخده ليه؟ بنضيع وقت. لا ما بنضيعش وقت طبعا، لان هنشوف يعني تعديل له هو ده بقى الميجر المستخدم مبني عليه، بس لازم كنا نقول ده الاول. اوكي ايه الميجر المبني عليه؟ اسمه نورمالايزد دي سي جي او ان دي سي جي. نورمالايزد دي سي جي بقى هو ده اللي هيبقى من 0 ل 1، هو ده اللي هيبقى من 0 ل 1، هو بالظبط اللي احنا عملناه بالظبط. هو اسمه نورمالايز دي سي جي، فهو دي سي جي ده موجود، يعني ما نقلقش ما ضيعناش وقت والله في الكلام عن دي سي جي. لكن احنا عايزين انه يبقى نورمالايز، عايزين الرقم ده اللي انت اللي انا طلعته هنا 9 ده 9.61% يتحول لرقم من 0 ل 1. طب احوله ازاي من رقم 0 ل 1؟ طب خلينا نفكر، هو امتى المفروض اي ميجر يبقى 1؟ امتى؟ يعني امتى الميجر ده، الميجر اللي انا عايزه من 0 ل 1 ده لما يبقى 1 ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ معناه ان هو بيرفكت، معناه ان هو اوبتيمال سيستم بيرفكت، مفيش حاجه احسن من كده. ده اللي هيرجع لي كل حاجه ريليفنت كلها في اماكنها الصح، صح؟ ده البيرفكت. طيب يبقى معنى كده ان انا عشان اعمل نورماليزيشن للكلام ده يبقى المفروض ان انا لما اعمل نورماليزيشن يبقى السيستم البيرفكت ده يبقى الميجر بتاعه يديني 1، يبقى لما احسبه احسب الايفالويشن ميجر ده يجي لي 1. يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا المفروض اقسم على الدي سي جي بتاعت الاوبتيمال سيستم. ما انا لو قسمت الرقم ده، نفترض مثلا الاوبتيمال سيستم المفروض يديني الرقم بتاعه اللي هو ديسكاونتد كوميونيتيف جين المفروض يطلع 32. طيب يبقى المفروض ان انا لو حسبت له الدي سي جي هيطلع 32، طب انا عايزه يبقى 1 يبقى قاسم على 32، صح؟ يبقى انا السيستم ده المفروض اقسمه على 32 هو كمان، لان الاوبتيمال سيستم للكويري دي الدي سي جي بتاعها 32، يبقى ده الماكسيم، يبقى ده المفروض احسبه نسبه الى الايه؟ البيست سيستم، الاوبتيمال سيستم. طب ال 32 دي جبتها منين؟ او اجيبها ازاي؟ او الاوبتيمال سيستم ده هيبقى شكله ايه؟ خلينا نفكر مع بعض، ايه الاوبتيمال سيستم هنا؟ نفترض ان دول كلهم هم دول كل الريليفنت دوكيومنتس اللي عندي في الكويري دي. الاوبتيمال سيستم هنا المفروض يرتبهم ازاي؟ ايه احسن اوبتيمال سيستم؟ يعني مش احسن اوبتيمال، مش هسمع احسن اوبتيمال. ايه الاوبتيمال سيستم؟ هيرتبهم ازاي الاوبتيمال سيستم؟ خليني معلش ارجع بس كده عشان في حته فاضيه. هيرتبهم ازاي؟ اه على حسب الجين الفاليو. مش احنا قلنا ان الدوكيومنتس في دوكيومنتس افيد من دوكيومنتس ثانيه، يبقى المفروض دول يبقى اعلى حاجه. يبقى المفروض ارتب الثلاثات، احنا قلنا كلهم هنا 1 و2 و3 صح؟ يبقى انا المفروض ارتب الثلاثات كلهم يطلعوا في الاول، وبعدين الاثنينات وبعدين الوحيد. يبقى هنا عندي كام ثلاثه هنا؟ عندي 1 2 3، 3 ثلاثات، يبقى انا المفروض عندي، يبقى الاوبتيمال سيستم المفروض هيرجع لي 3 3 3. طبعا مش هيرجع لي 3 3، هيرجع لي الدوكيومنتس اللي الريليفنس بتاعها 3 3 3. 3 دوكيومنتس دول. وبعدين كام 1 2؟ 1 2 3 برضه، يبقى هيرجع لي 2 اسف 2 2 2. وبعدين الوحيد كام واحد عندي؟ يعني نفترض ان هم دول كلهم خلاص ما فيش حاجه ثانيه يعني، يبقى هيرجع لي واحد بس، يبقى دي واحد. طب والباقي خلاص بقى ما هيجيب منين؟ يعني لو هم دول هم كل ريليفنت دوكيومنتس هتجيب منين؟ مش هيخترع السيستم، خلاص هو الكوليكشن بتاعتي هم دول كل ريليفنت دوكيومنتس الكويري دي، يبقى اكيد الباقيين هيبقى زيروز. خلاص مش مشكله بقى، هيعمل ايه؟ ما يقدرش يعمل اكتر من كده خلاص. طيب عملت انا ايه بقى؟ ايه فائده الكلام ده؟ فائده الكلام ده ان انا هحسب الدي سي جي للكلام ده. افترض دلوقتي يعني هنحسبه هنشوفه المثال، لكن افترض ان هو 32، يبقى خلاص يبقى انا قاسم السيستم ده على 32 عشان اشوف النورمالايزد فاليو بتاعته كام. يبقى ان دي سي جي بعمل نفس اللي انا عملته اللي هو الدي سي جي،
لكن بضيف عليه ان انا بحسب الدي سي جي للاوبتيمال سيستم. انا عارف الاوبتيمال سيستم ان انا عندي ايه ريليفنت جادجمنتس، لو انا عندي ريليفنت جادجمنتس يبقى انا اعرف الاوبتيمال سيستم يقدر يرتب الدوكيمنتس دي على اي اساس. تعال نشوف الايه الاكزامبل بالتفصيل. يبقى انا هنا بقسم الان دي سي جي ات كي، هو دي سي جي ات كي مقسوم على ايديال اي دي سي جي ات كي اللي هو الايديال اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي. يبقى ديفايد الاكشوال باي الايديال. تعال نشوف بقى على المثال اللي احنا ايه عملناه. يبقى ده طبعا هيديني ايه؟ ان الان دي سي جي ده هيفضل دايما اقل من او يساوي واحد، لان انا بقسم على الاوبتيمال، مفيش حاجه احسن من كده. يبقى دايما الرقم هيطلع ما بين 0 و1، وده اللي انا عايزه. طيب يبقى ده المثال اللي احنا وصلنا له، ال 9.61 من 100، وادي الارقام اللي احنا عملناها 3 3 3 2 2 2 1 0 0 0، ده الايه؟ الايديال جين. ده الجين بتاع الايديال سيستم. كويس؟ يبقى نحسب له الدي سي جي، نحسب له الدي سي جي ازاي؟ نحسب الديسكاونتد. ال 3 هتفضل 3 وال 3 دي هتفضل 3 وال 3 دي هتتقسم على لوج 3 تبقى 1.89 من 100. تمام؟ ودي هتتقسم على لوج 4 ودي هتتقسم على لوج 5 ودي هتتقسم على لوج 6 وهكذا. خلاص؟ اجمع ده كله يطلع لي ايه؟ الاي دي سي جي بتاع الكويري دي اللي هو طلع كام؟ مش 32، طلع 10.88 من 100. جبت منين 10.88 من 100 دول؟ مجموع الارقام دي كلها. ما بقسمش بقى على 10 ولا حاجه، هو كوميوليتيف جين، ما بقسمش. إيه انا ببص دايما على 10 دول. يبقى ده هو الايه؟ الكوميوليتيف جين بتاعي على عند ال 10. طيب يبقى فاضل ايه؟ فاضل ان انا اقسم الرقمين دول على بعض. قسمت الرقمين دول هيطلع 88 من 100. يبقى ده الميجر بتاع السيستم. طب ده معناه ايه؟ يعني بالتقريب كده 88% هبقى ساتسفاي 88%، بمعنى ان انا يعني هستفيد من الريزلتس بنسبه 88%. لان هي كومبلكس شويه الحقيقه، يعني مش سهله زي الباقيين، لكن الفاليو بتاعت الدوكيومنتس اللي انا هشوفها بافتراض طبعا انا هبص على ال 10 كلهم، الفاليو اللي هي التوتال فاليو اللي انا هبص عليها حوالي 88%. ده معنى ال ان دي سي جي، وده على فكره مستخدم اكتر ميجر مستخدم في الويب سيرش. ان دي سي جي ات 10، ان دي سي جي ات 5 مستخدم كتير جدا. الماب مستخدم في سيرش تاسكس ثانيه كمان، لكن في الويب سيرش بالتحديد ان دي سي جي والبريسيجن ات 10، اللي هو يعني ميزه البريسيجن ات 10 ولا البريسيجن ات 5 ان هو سهل جدا التفسير بتاعه، والتفسير سهل، يعني سهل ان انا افهم معناه. اوكي، سهل ان انا افهم معناه. طيب هو احنا طبعا في جزء اللي انا كنت مخصص له المفروض ربع ساعه طبعا خاطئا، اللي هو ازاي ابني بقى التست كوليكشن. احنا دلوقتي افترضنا، احنا طبعا دول اولا خليني اقول بس ديسكليمر، دول مش كل الايفالويشن ميجرز، في ايفالويشن ميجرز كتير بس دول يعني اهم الايفالويشن ميجرز اللي موجودين في الاي ار او الموست كومنلي يوزد اكتر استخداما. في ميجرز ثانيه طبعا مش هنقدر نغطيهم كلهم، ولكن دول البيزكس، دول الاهم ميجرز. ناقص بس الجزء اللي هو بقى احنا طبعا افترضنا هنا عشان نحسب الميجرز دي كلها، افترضنا ان احنا عندنا تيست كوليكشن. تاني التيست كوليكشن دي عباره عن ايه؟ دوكيمنت كوليكشن، التوبكس او الانفورميشن نيدز والريليفنت جادجمنتس بتاعت كل انفورميشن. لان من غير كده ما كنتش هقدر احسب الحسابات دي كلها، ما كنتش هقدر اعرف هي الدوكيمنت اللي ات رانك 1 دي ريليفنت ولا لا، دي هجيبها منين؟ من غير ريليفنت جادجمنتس مش هقدر اعرف. اوكي، فاحنا بس كان ناقصنا ان احنا ازاي نحسب التيست كوليكشنز دي. طيب احنا قدامنا 5 دقائق، هل نبدا في الموضوع بتاع التست كوليكشن ده في ال5 دقايق دول سريعا، حاول نغطيه سريعا، ولا نتوقف وناخد اسئله؟ ما رايكم؟ طيب اللي عايز نتوقف وناخد اسئله يقول لي يس، نتوقف، اعمل يس انت يعني، اختار، لا مش قول، مش على الشات، اختار بالرياكشنز اللي هي يس الخضراء. اوكي، اللي عايز نتوقف، اللي عايز نتوقف هنا
والله انا مش شايف. 13 عايزين نتوقع. طيب كام واحد اللي عايزنا نكمل؟ هي الحقيقه لوجيكال معكوش شويه، معلش. اللي عايزنا نكمل يقول نو. ماشي، انا جديد في الموضوع الاكشنز ده، لوجيك يمكن معكوش. اللي عايزنا نكمل يقول نو. اوكي. طيب هو يعني تقريبا زي بعض، يعني تقريبا زي بعض. طيب طبعا انا ما اقدرش افترض ان كلكم مكملين في اللاب. احنا قلنا للناس اللي هي اللي ما سمعتناش في الاول، احنا النهارده اللاب مفتوح للجميع، هنفضل في نفس الروم دي، بس طبعا هناخد نفس الراحه برضه اللي هي نص ساعه ان شاء الله. خشوا على نفس اللينك او ابقوا في نفس الروم دي ونفس الميتنج ده، وهنكمل في اللاب، وانا ان شاء الله انا اللي هبقى معاكم ان شاء الله في اللاب. فاللاب مفتوح للجميع، بس طبعا في ناس ممكن ما تكونش عامله حساب انها هتحضر اللاب. اللاب من الساعه 7 الا ربع لغايه 8، فانا ما اقدرش افترض الناس هتبقى كلها موجوده وابتدي اكمل في اللاب. فخليني اخد الخمس دقائق دول، وبعدين ناخد خمس دقائق اسئله، يعني ناخد خمس دقائق في التست كوليكشنز، وبعدين ناخد خمس دقائق اسئله، ونكمل ان شاء الله المره الجايه التست كوليكشن. ولو ان في طبعا اسئله عليها في اللاب، ولكن هنضطر ان احنا ما ناخدهاش، رغم ان السؤال بتاعها كان جميل جدا الحقيقه واحبه قوي، بس ما بلادي. anyway خلينا نحاول ناخد يعني جزء اكبر جزء ممكن من موضوع التست كوليكشنز. طيب طيب احنا قلنا التست كوليكشن عباره عن ثلاث حاجات: دوكيمنت كوليكشن، توبكس، وريليفنت جادجمنتس. ازاي نجيبها؟ طبعا احنا في هنا حاجتين، في السيرش انجنز الكومبانيز بيعملوا ايه، وفي الباحثين في الجامعات والسيرش لابس بيعملوا ايه. طبعا الشركات الكبيره بيقدروا ان هم عندهم طبعا بادجت، ميزانيه، يقدروا يجيبوا ناس كتير يعملوا لهم ليبلنج، اللي هو الجادجمنت ده، اللي هو ادي لك الكويري دي وادي لك الدوكيمنت دي وتقول لي هل الدوكيمنت دي ريليفنت ولا لا. يقدروا يعملوا الكلام ده، يقدروا كمان يستخدموا حاجات تانية غير بس ان هم الاكسبليسيت يعني جادجمنت، هم يقدروا يستخدموا كم واحد عمل كليك مثلا على الدوكيمنت دي مع الكويري دي. طبعا ما ننساش ان هم شايفين ملايين من البشر بيستخدموا السيرش انجن، وبيستخدموا ساعات نفس الكويري، فالكليكس يعني في وقت من الاوقات مثلا كويري معينه تبقى فيري يعني فيري فيمس فيري بوبولار، فالناس كلها بتكتبها، فالكليكس دي ليها معنى. اوكي، هنتكلم عليها بعدين موضوع الكليكس ده. ولكن السيرش انجنز عندها ريسورسز كتير. احنا النهارده مش هنغطي موضوع السيرش انجنز، هنغطي موضوع ان احنا ازاي في اللاب، ازاي في الجامعات، ازاي الباحثين اللي هم معظمنا، الا لو حد بيشتغل في جوجل يعني ممكن جدا طبعا، يعملوا ايه عشان يوصلوا للتست كوليكشن. ففي الاكاديميه بقى قدامنا حل من اثنين: يا اما حد يتبرع مشكورا ويكون عنده ميزانيه حلوه كده، ويكون واخد مثلا فند ويعمل لنا التست كوليكشن دي. هو الميزانيه هنا هتروح فين؟ ان انا محتاج اجيب ناس يعني ادفع لهم عشان يعملوا لي الريليفنت جادجمنتس دي. يعني كوليكشن انا ممكن اجمع دوكيمنتس، مفيش مشكله. الانفورميشن نيدز ممكن اسال ناس اجمع شويه كويز، ممكن صعبه شويه بس ممكن، لكن الاصعب قوي هو ريليفنت جادجمنتس. محتاج لان انا محتاج اغطي، محتاج يبقى عندي يعني زي ما انتم شفتوا كده في الميجرز، انا محتاج ابقى عارف كل ريليفنت دوكيمنتس، صح ولا لا؟ محتاج اعرفهم كلهم في معظم الميجرز. انا محتاج ان انا اعرف كام ريليفنت دوكيمنت وهم ايه بالظبط عشان اقدر اقارن السيستم بيرجعوا لي بالريليفنت دوكيمنتس. فالموضوع ده اكسبنسيف، غالي جدا من ناحيه الوقت، من ناحيه المجهود، ومن ناحيه اكيد التكلفه طبعا. فممكن جدا حد يكون عنده فاندنج يعني جميل، ساعات بتحصل طبعا، واحنا يعني برضو عندنا في الجامعه عملنا الكلام ده، ممكن جدا نعملها. المعتاد ان مفيش حد يقدر يعملها لوحده، فلازم يبقى كولابوريتيف ايفورت، يعني مجهود تعاوني، مجموعه كبيره من الباحثين يتعاونوا مع بعض عشان يعملوا تيست كوليكشن. وده موجود فعلا، موجود في حاجه اسمها ايفالويشن كامبينز. كامبين يعني ايه؟ كامبين حمله. ما شاء الله، انا كويس انا فاتح الشات النهارده قدامي، حاجه ممتازه جدا. حمله من اجل التقييم.
اوكي ايفالويشن كامبين، يبقى بتعمل حاجه اسمها ايفالويشن كامبين ناس كتير تشترك فيها يساعدوا بعض عشان يعملوا تيست كوليكشن. طب تعال نشوف بقى بيساعدوا بعض ازاي. طيب اللي بيحصل ان احنا اكتر من كوميونتي بيتعاونوا عشان يعملوا الكلام ده. احنا قلنا عندنا ثلاث حاجات، عندنا الكوليكشن نفسها وعندنا الكويريز وعندنا الريليفنت جادجمنت. تمام. طيب الكوليكشن والكويريز امرهم اسهل شويه، ممكن نجيبهم، ممكن جهه معينه تتولى انها تجيب الكوليكشن دي. يعني مثلا في الويب سيرش في ريسيرشرز مثلا في مايكروسوفت، وفي ريسيرشرز في جوجل، وفي ريسيرشرز يقدروا يعملوا كرولنج، مش محتاجين حتى ناس في السيرش انجنز. انسوا موضوع السيرش انجنز ده، في ناس يقدروا يعملوا كرولنج. الكرولنج مش صعب. كرولنج يعني ياخدوا كوبي من ويب بيجز، فنقدر نعمل كرولنج ونعمل كل دوكيمنت كوليكشن. فالدوكيمنت كوليكشن في معظم الاحيان مش صعبه ان احنا نجيبها. اوكي. فممكن حد مجموعه يعني ريسيرش تيم معين، فريق بحثي معين هو اللي يجيبها. طيب الانفورميشن نيدز محتاجه ناس، محتاجه ناس، والريليفنت جادجمنت محتاجه ناس. فاللي بيحصل هنا بقى ايه؟ بيحصل ان في بيحصل زي ما قلنا ايفالويشن كامبين. ايفالويشن كامبين ده بيبقى مقاد ليد باي مؤسسه معينه. انا هدي مثال واحد بس، طبعا في اكتر من مثال. المثال ده في كونفرنس اسمه تريك، تكست ريتريفال كونفرنس. الكونفرنس ده مشهور جدا في المجال بتاعنا، بس الكونفرنس ده مختلف عن كل المؤتمرات الثانيه في المجال ده، ما عدا المؤتمرات اللي شبيهه بيها. بس معظم المؤتمرات المعتاده في المجال ده وفي المجالات الثانيه بتبقى بتروح بتعمل ايه؟ بتعمل بتقدم بيبر، وبتعمل بتعمل برزنتيشن، بتقدم البيبر الشغل اللي انت عملته، صح؟ بتعرضه. لكن الكونفرنس ده معمول مخصوص، الهدف الاساسي بتاعه هو التست كوليكشنز، هو ان نعمل تيست كوليكشن. طب ازاي؟ بيحصل ايه بقى؟ اولا الكونفرنس ده بدا سنه 92 بمؤسسه اسمها نيست في امريكا، ولغايه دلوقتي بيتعمل كل سنه. يعني من سنه 92 اللي هو كام بقى؟ 29 سنه لغايه النهارده، لغايه السنه دي. كل سنه الكونفرنس ده بيتعمل. طيب في شبيه ليه؟ في ليه شبيه ليه كونفرنس ثانيه شبيهه بيه اسمها كلاي وان تي سي اي اي وفاي. طيب بس هو اهم واحد فيهم هو تريك. طيب تريك ده عباره عن ايه بقى؟ تريك ده متقسم اكتر من تراك، كل تراك مخصوص بدومين معين. يعني مثلا في كل سنه مثلا في حوالي 7 أو 8 تراكس. ناخد مثلا السنه دي مثلا هيبقى في تراك على ويب سيرش، وفي تراك على تويتر سيرش، وفي تراك ميديكال سيرش، وفي تراك ليجال سيرش، وهكذا. كل تراك في دومين معين، وكل تراك في تاسك معينه ويل ديفاين. جيفن الدوكيومنتس دي وجيفن الانفورميشن نيدز دي، اعمل لي سيرش سيستم بيرجع الريليفنت دوكيومنتس للانفورميشن نيدز. خلاص يبقى فيري ويل ديفايند بروبلمز، مسائل معرفه كويس جدا. انا اسف ان انا يعني 5 دقائق زياده، بس يعني خلينا ناخد 2 كمان وهنوقف ان شاء الله. فتراكس كل تراك ببروبلم معينه، وبعدين زي بقى كل تراك بيبقى كانه كومبيتيشن، منافسه، بيعلن عن البروبلم دي، واكتر من فريق بحثي من اي مكان في العالم يقدر يشترك في الـ في الـ في, الـ في المسابقه دي. انا اسف، مسابقه احسن من منافسه، مسابقه. اوكي، كانها مسابقه بحثيه. كل تراك عباره عن مسابقه. ايه المسابقه؟ ان انا هيبقى عندي هيبقى عندي دوكيمنت كوليكشن وعندي كويريز، اعمل لي بقى كل فريق من دول يعمل لي سيستم يجيب لي ريليفنت دوكيمنتس من الكوليكشن دي للكويريز دي. انا لسه ما عملتش ايفالويشن، مش عارف مستواهم ايه لسه، بس انا عايزهم يبنوا السيستم ده. يبقى عندي مثلا 20 فريق من كل انحاء العالم، جامعه قطر اشتركنا اكتر من مره، ميرلاند، ستانفورد، ام اي تي، ياهو، شركات، جامعات، ممكن نفس الجامعه تبقى عندها اكتر من تيم، كل دول يشتركوا و اعمل سيستم بالماشين ليرنينج، اعمل سيستم بالان ال بي، اعمل سيستم باي حاجه، اي طريقه عايزها اعمل بيها السيستم ده. المهم ان السيستم ده يرجع لي في الاخر رانكد ليست من الريزلتس، هو ده اللي انا هعمله ايفالويشن. طيب لما السيستمز دول يرجعوا لي الريزلتس دي، انا بقى الريزلتس دي هي دي اللي هعمل لها جادجمنتس. معلش بقى يعني هنتوقف هنا للاسف الشديد،
لان الموضوع يعني محتاج وقت، مش هنقدر نخلصه في دقيقتين. ولكن اتمنى ده يكون تشويقا للي هيحصل بعد كده، ان احنا هنشوف بقى ازاي السيستمز دول بالتعاون يعني بوجودهم هنقدر نجيب الريليفنت جادجمنتس دي. اوكي؟ وبالتالي نعمل تيست كوليكشن اللي بعد كده هنستخدمها عشان نقيم النتائج بتاعتهم. ولما نقيم النتائج بتاعتهم هيكتبوا بقى بيبرز فيها بقى وصف للسيستمز اللي هم عملوها ووصف للنتائج وتتعرض في الكونفرنس ده. فدي خلاصه سريعه ل تريك. هاخد اتوقف هنا وهاخد بس ايه سؤالين. طبعا اللي عايز يتفضل يتفضل، خلاص احنا كده خلصنا المحاضره. اللي عايز يبقى احنا هناخد بس سؤالين ونتوقف، وهنتقابل تاني ان شاء الله اللي يحب. انا مش هقول اي حاجه جديده طبعا، يعني الكلام بتاع المحاضره كده انتهى وهنكمل بكره المحاضره، ولكن هيبقى بس حل تمارين مع بعض، مش هيبقى فيه كودينج خالص اللاب النهارده، هيبقى بس ايه بروبلم سولفنج، حل ايه بعض المسائل هنحلها مع بعض عشان نتاكد ان احنا الحمد لله يعني فهمنا كويس، و واللاب مفتوح زي ما انا قلت. فهاخد بس سؤالين وبعدين هنكمل ان شاء الله الساعه 7 الا ربع. فاللي عنده اسئله يتفضل برفع يده. استاذ عبد الله تفضل. عبد الله علي، السلام عليكم، يعطيك العافيه دكتور. بس كنت انا حابب اسال عن الجين، هو بالضبط ايش تعريف الجين؟ جيم الجين، ايوه الجين في الدي سي جي. الجين جين قصدك؟ ايوه انا سمعتها جيم. الجين اللي هو قيمه الدوكيمنت من ناحيه ان هي قد ايه ريليفنت. فاحنا بنفترض ان هي مثلا عندي زيرو معناها نون ريليفنت خالص، واحد يعني، اثنين احسن شويه، ثلاثه احسن قوي. اللي هي كيف نحسبها عفوا؟ كيف نحسبها بقى؟ دي في الريليفنت جادجمنتس، دي في دي هنغطيها ان شاء الله المره الجايه. بس نفترض دلوقتي ان هي ايه، مش هنحسبها، احنا هنسال بني ادم هو اللي يقولها لنا، مش دي مش بتتحسب دي. يعني دي بني ادم هو اللي لازم هو اللي يقولها. يعني ما بتعتمدش مثلا على الفاكتورز، كم كليك كان عمل عليها، كم زيارة على موقع، حسب ممكن جدا ممكن جدا ممكن جدا ممكن جدا يتحسب لها ابروكسيميشن بطريقه معينه. بس اللي احنا هنغطيه في الدوره دي هي ان احنا هنفترض ان في بني ادمين هم اللي بيعملوا كده. تمام. طب عفوا بس الاوبتيمال جين بنحسب؟ معلش انا بس اخد سؤال من حد تاني، معلش انا اسف. اتفضل. شكرا. وعلى فكره في مجموعه من الحاضرين بس هم اللي بيسالوا، مش عارف يعني بيتكرروا كل يوم او يعني معظمهم بيتكرر كل يوم. الاستاذه شيماء تفضلي. عفوا يا دكتور، انا بس حابه اسال بخصوص الداتا كولكشن. دايما الداتا كولكشن بتكون في حاله الاستاتيك، يعني مثلا بحاله الويب ولا الريكوردز بتاع الايميل دي دايناميك، بتتكرر بتزداد كل شويه، ولا انا بس باخد مجموعه وهي الاستاتيك، يعني ما باخدش بعين الاعتبار الابديت بتاعتها؟ سؤال جميل جدا. طيب هي احنا بنفترض دلوقتي انها استاتيك، اوكي؟ يعني كل افتراضاتنا هنا انها ستاتيك، لكن زي ما انت قلتي في الحياه الواقعيه هي دايناميك، هي بتتغير، هي بتزيد عليها حاجات وساعات بتنقص. فطبعا المشكله دي ليها حلول، ليها حلول للاسف برضه مش هنقدر نغطيها. ولكن اسهل حل فيها ايه؟ ان احنا كل شويه ناخد كوبي جديده من الداتا كلها. اوكي؟ يعني مثلا في الويب عملنا كرولنج النهارده، نعمل كرولنج كمان بكره، وناخد الكوليكشن ونعملها اندكسنج تاني. طبعا في طرق اسهل ان احنا نعمل حاجه اسمها انكريمنتال اندكسنج، مش هنعرف نغطيها، ولكن افترضي كده دلوقتي عشان بس الدنيا تمشي، ان انا كل مره عندي نسخه جديده من الكوليكشن بستخدمها، بعملها اندكسنج تاني. اوكي؟ طبعا ده معناه ان ممكن الريليفنت جادجمنتس تتغير، وبالتالي هو في المعمل دايما احنا بنفترض ان الدوكيمنت كوليكشن ستاتيك. يعني في معظم ابحاثنا بنفترض انها ستاتيك، لان افترض انها دايناميك حله يعني سيمبل، ان هو يعني هاخدها تاني، هي بالظبط واشتغل عليها تاني. اوكي؟ فده بس ايه تبسيطا للوضع. طيب هنتوقف هنا ان شاء الله ونتقابل. انا يعني مش هقفل الروم، هسيبها مفتوحه، وهرجع لكم تاني ان شاء الله بعد تلت ساعه من الان او 19 دقيقه بتاعتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.